بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا زميلكم حذيفة مقابل، طالب طب سنة رابعة طالعة خامسة يعني تقريبا. راح نشرح إن شاء الله لكم المبادرة البيوكيم، هاي هي المحاضرة الثانية. المحاضرة الأولى المفروض إنها نزلت لكم إن شاء الله. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. هسه بداية، إحنا كل شرحنا راح يكون على شرح تفاريغ ملهم، يعني تفاريغهم ما شاء الله كويسة وكافية، فإن شاء الله راح نعتمدها. كل الشكر له ويعطيهم العافية لشريف بطاينة وفاضل الأسود اللي فرغ ودقق المحاضرة. تمام، هسه بالبداية يعني كجملة سريعة عن البيوكيمستري، إنه بدنا نعرف هي مادة. أغلب المعلومات اللي فيها، أغلب يعني لما أقول لك أغلب يعني تقريبا 90% من المادة فيها مش معلومات راح تحتاجها بعدين، أو راح ممكن تحتاجها بس مش معلومات راح تنذكر معاك بعدين، فهي لا تعتبر مادة كثير مهمة عند التيبيكال دكتور، لكنها طبعا هي بتظل علم وبتظل مادة مهمة. تمام، أول كم محاضرة من مادة البايوكيمستري راح تكون بتشبه شوي مادة الأورجانيك كيمستري، هسا اللي هي الكيمياء العضوية اللي أخذتوها. هسا أنا بالعادة حدا بحب أشرح كتاب، هسا مشان يعني أحكي لكم عني، أنا الحمد لله عندي خبرة شرح كويسة، فإن شاء الله راح تستفيدوا معي. شرحت immunology، شرحت physiology، شرحت biology، وأكثر من مرة 3 سنين الحمد لله، فإن شاء الله راح تستفيدوا. بس بالعادة أغلب شروحاتي بتكون شرح على الكتاب، يعني المادة بشوف شو أفضل كتاب إلها وبشرح، لأنه أنا حدا بحب الكتب. ولكن المادة كونه أول كم محاضرة شوي فيها أورجانيك كيمستري، أنا مش حابة أتوسع لكم صراحة، فخلص نكتفي بالتفريغ ونكتفي بالمطلوب منكم. أشرح لكم إياه وأربط لكم إياه وكثر الله خيركم. نقطة مهمة برضه قبل ما نبلش، إنه ممكن بالمحاضرة تحس إنه شو المعلومات اللي باخذها هاي، كيف ممكن يجي عليها أسئلة؟ صحيح حكيكم، ممكن أول كم محاضرة تبين معجوقة، بس اتس أوكي، يعني الأسئلة اللي بتيجي عليهم ما تقلقوش إنها تيجي من جوا، لا بتيجي فيري سمبل، فأنتوا ركزوا على اللي معاي، ركزوا على اللي بحكيه. يعني حكيت لكم صرت الحمد لله سنة رابعة على خمسة، فإلي شوي خبرة بالدكاترة وبعرف من وين بيحبوا يجيبوا، فركزوا معاي. تمام؟ طيب، راح في المحاضرة الأولى بلشت حكي عن بشكل عام أتوقع عن البيوكيمستري، وأخذته شوي بالأمينو أسيد، واخذتوا الكلاسيفيكيشن تاعت الامينو اسيد. بهاي المحاضره راح نكمل حكي ونستكمل الحكي عن الامينو اسيد. تمام، هسا احنا حكينا ببساطه، اذا بدنا نراجع الموضوع لازم تفهم ما هو موقع الامينو اسيد بالحياه. يعني انا اللي دائما الطلاب بيقولوا لي مشكله، انه طب احنا مش فاهمين احنا هسا على اي مستوى، طب شو دخل الامينو اسيد، طب شو قصه الار جروب، طب شو قصه البروتين، مين اكبر من الثاني، مين بيكون الثاني. فانت لازم تكون فاهم القصه تاعيت الاشي ببساطه. تمام، طيب القصه تاعيت الاشي بشو بتبلش؟ اللي انا عندي خليه، تمام، والخليه فيها نواه، طبعا راح اخذ لك اياها بشكل مفصل كثير. تمام، انا في عندي خليه والخليه فيها نواه، والنواه فيها دي ان ايه. تمام، النواه فيها الدي ان ايه، النيوكليوس فيها الدي ان ايه. ببساطة أنا في عندي إشي اسمه المسنجر ار ان اي، أو ببساطة بياخذ لي جزء من الدي ان اي الموجود هون تبع الخلية، ووين بيطلعوا؟ بيطلعوا للسيتوسول تبع الخلية، يعني بيطلعوا لهاي المناطق للأشياء، السائل الموجود هون. تمام؟ طيب السائل الموجود هون فيه بروتين شو اسمه؟ رايبوسوم، شكله بيكون تقريبا هيك. تمام؟ فببساطة يعني الام ار ان اي اللي حكينا طلع من الخليه بمر عن طريق هذا الرايبوسوم، فالرايبوسوم شو بيعمل لي؟ بيحول لي الام ار ان اي، بيحول لي اياه، او الدي ان اي بيحول لي الماده النوويه، بيحول لي اياها لامينو اسيدز. تمام؟ امينو اسيدز ترتبط لي الامينو اسيدز مع بعضها وبينطوني بروتين. اذا فهمتوا كيف بيتكون الاشي من امينو اسيد لبروتين، راح اتوقع تخوضوا فيه اكثر في محاضرات قادمه، ولكن مشان تفهموا انه وين احنا موقعنا من الاعراق. تمام، طيب هاي المحاضره راح نركز على الجانب البيوكيمستري اكثر بالامينو اسيد، فيعني ما راح تكون محاضره ممتعه كثير، او ما راح تكون محاضره طبيه كثير، راح تكون محاضره بيوكيمستريه كثير يعني. تمام، طيب اللهم صل على سيدنا محمد. راح نفوت في تصنيف الامينو اسيدز. تمام، انا الامينو اسيدز بقدر اصنفهم حسب اشياء، بقدر اصنفهم هل الامينو اسيدز اللي هو الحمض النووي، الحمض النووي انا عندي ماده نوويه اللي هي الدي ان اي عن طريق الرايبوزوم تحولت لحمض نووي. تمام،
بتتصنف بناء على اشياء، بتتصنف هل الحمض النووي هذا تشارجد ولا انشارجد. شو يعني تشارجد ولا انشارجد؟ يعني هل عليه شحنه ولا ما عليه شحنه، هل عليه شحنه موجبه او سالبه ولا نيوترال ما عليه شحنه. والتصنيف الثاني هل هو بولر ولا مش بولر. تمام، بولر معناته قادر، لازم تفهموا معنى بولر كويس. بولر معناها انه هو قادر على انه يتفاعل ويكون روابط مع البيئة المحيطة فيه، مش بس مع نفسه، مع البيئة المحيطة فيه. تمام، ركزوا لي على اللي انا بحكي اياها. فمشان هيك انا الامينو اسيدز بصنفها لنون بولر امينو اسيدز، بولر تشارجد وبولر نون تشارجد. تمام، فمشان هيك انا الامينو اسيدز يا اما نون بولر او بولر، والبولر في انها نوعين، يا اما بتكون ان بولر، عفوا، يا اما بتكون ان تشارجد بولر او تشارجد بولر، يعني يا اما بتكون بولر عليها شحنه او بولر ما عليها شحنه. تمام، والتصنيف الثالث اللي هو نان بولر. تمام، طيب شو يعني قلت لك نان بولر؟ نان بولر انه هو قادر على انه بولر عفوا، او البولاريتي قادر على انه يتفاعل مع البيئه المحيطه فيه. تمام، نان بولر معناته ما بيقدر يتفاعل مع البيئه المحيطه فيه. تمام، فمشان هيك النان بولر امينو اسيدز شو برضه ممكن نعطيها اسم هيدروفوبيك. شو يعني هيدروفوبيك؟ هسه الامينو اسيدز اذا مثلا تنحط بالماء، تمام، هو هيك بدي اياك تتخيلها، هذا امينو اسيد بده ينحط بالماء. طيب هذا الامينو اسيد هل هو بولر ولا نون بولر؟ اذا كان نون بولر معناته ما راح يتفاعل مع الماء، فبنسميه هيدروفوبيك، يعني بخاف من الماء، ما راح يتفاعل معها وما راح يعمل معها بوندز، ما راح يعمل معها روابط. بينما البولر اذا حطيته بالماء ما راح يخاف منها وراح يصير يعمل منها روابط، فمشان هيك بنسميه هيدروفيليك. فسواء كان انشارجد بولر او تشارجد بولر بنسميهم هيدروفيليك. تمام، شو فوبيك؟ فوبيك يعني بخاف، فيليك يعني بحب. اوكي تمام، هسا احنا اكتشفنا لحد هسا، او اكتشفوا العلماء، اكثر من 300 نوع من الامينو اسيدز. يعني انا على وجه الكره الارضيه هان مكتشفين 300 امينو اسيد. تمام، واحنا بنعرف الامينو اسيدز هي اللي بتكون لي البروتينات. تمام، طيب من ال 300 هذول فقط 20 منهم موجودين في جسمي، يعني أنا جسمي مش موجود منه إلا 20 نوع العلماء مكتشفينه من أصل 300. تمام؟ طيب وال20 هذولا يعني بينقسموا لثلاث أنواع اللي حكينا عنهم. فال20 هذولا في منهم نان بولر، في منهم انشارجد بولر، وفي منهم تشارجد بولر، راح نخوض بتفاصيلهم بعدين، يعني أنا تقصدت ما أشرح لك إياهم كثير هون. تمام؟ طيب فال20 هذول بعدين مع الأخبار شو بدي بالزرق يعني. طيب فهذول ال20 قلت لك في منهم هيك وفي منهم هيك وفي منهم هيك. طب حتقول لي حذيفه، طب هذول ال20 امينو اسيدز هم اللي بيعطوني كل بروتينات جسمي؟ حقول لك اه. طب حتقول لي طب كيف يعني؟ على المؤاخذه انا جسمي فيه ما يقارب مليونات بل مليارات انواع من البروتينات، انواع واشكال واحجام، كيف بس ال20 هذول هم اللي بيعطوني المليارات هاي؟ راح تاخذوها في محاضرات جاية أتوقع، برضه راح تاخذوها بالجينيتكس وإلخ إلخ إلخ، بس إلكم كبداية إنه أنا الجينيتكس أتوقع أنتم ما راح تاخذوها، بس إنه أكيد راح تاخذوها بمواد ثانية. يعني إنه أنا الأمينو أسيدز هاي بقدر أتحكم بكم أمينو أسيد أنا موجود عندي في هذا البروتين. تمام، أقدر أتحكم هسا، يعني مش ضروري إنه البروتين يكون فيه من أمينو أسيدز محدد بس واحد، يعني مثلا عندي امينو اسيد اسمه محمد. تمام، مش ضروري البروتين يكون فيه محمد واحد، ممكن يكون محمد احمد علي مصطفى محمد، يعني عادي ينعاد. فهي الطريقه الثانيه للي بنطيني الدايفرسيتي. والطريقه الثالثه alternative splicing، يعني ممكن انه التبديل فيما بينهم، انه مثلا محمد احمد علي، احمد محمد علي، علي احمد محمد، وهكذا. فالمهم كل هاي الاشياء الراندومايزيشن بتخلي ال20 هذول قادرين على تكوين عدد لا نهائي من البروتينات. تمام، طيب فأنا قلت لك هذول ال20 أمينو أسيدز الموجودات جسمي، في منهم بولر، وفي منهم في منهم تشارجد بولر، وفي منهم نون تشارجد بولر، وفي منهم نون بولر. تمام، كم من هذول ال20 كم منهم نون بولر؟ 9. كم منهم أن تشارجد بولر؟ 6. كم منهم تشارجد بولر؟ 5. تمام، 6 و5 11 و9 20، إذا أنا الترقيم تبعي صحيح، إذا هذول هم ال 20 أمينو أسيد الموجودين بجسمي. تمام؟ هسا شو قصة الفقرة اللي حاطط لك إياها هون؟ هي فقرة منطقية يعني، بس بيقول لك شفت التشارج يعني البولر اللي بيكون عليها شحنة، شو قصتها؟
هسا أنا الشحنة عندي شو ممكن تكون موجبة أو سالبة؟ فببساطة هذول الخمسة charged amino acids، في منهم اثنين ممكن يكون عليهم negative charge وثلاث ممكن يكون عليهم positive charge. فأنا كيف التصنيف تبعي صار؟ خمسة charged polar، ستة uncharged polar، وتسعة non-polar. هذول الخمسة بيتفرعوا لاثنين، يا إما charged بشحنة موجبة أو charged بشحنة سالبة. التشارجد ممكن بشحن سالب اللي هو اثنين، والتشارجد بشحن موجبه هم ثلاث. مين هسه الامينو اسيدز؟ ممكن تكون اسيدز، ممكن تكون بيست، وبلا بلا بلا. الامينو اسيدز اللي بتكون اسيد هم اللي بتكون شحنتهم سالبه، وراح اشرح لكم اياها بعدين، او راح انتم تفهموها بعدين لحالكم. اما الامينو اسيد اللي بتكون بيسك، يعني اللي بتكون قاعديه، هي التي تمتلك الشحنه الموجبه، هي التي تمتلك الشحنه الموجبه. تمام؟ طيب هون مش مهم كثير الاشي. طيب هسه انا بدي اشرح لكم عن كيف شكل الامينو اسيدز، وانتم اخذتوه في المحاضره الاولى اكيد. انا كيف شكل او شو تكوين الامينو اسيد؟ انا الامينو اسيد عندي ببساطه هو عندي ذره، عندي حبه سي بالنص، يعني عندي كربونايه واحده بالنص مرتبطه باربع روابط. تمام؟ ثلاث منهم ثابتات وواحده متغيره. مين هم الثابتات؟ عندي مثلا ذره اتش هون، تمام، هاي ثابتة. عندي مثلا هون سي او او اتش، صح؟ ما راح اقدر اكتبها لانه انا بستعمل ماوس والماوس كثير بطيء. هون سي او او اتش، وهون شو في عندي؟ ان اتش 3 امونيا. تمام؟ هذول الثلاث روابط ثابتات، يعني كل الامينو اسيدز ال 20 او ال 300 مثلا مشتركات بهذول الثلاث روابط. تمام؟ مين اللي الرابطة اللي بتظلها تتغير عندي؟ اللي هي الار، الار جروب. الار جروب مش انه في عندي ماده اسمها ار، ار مشان يقول لك انه هذا عنصر متغير، كيف سين وصاد بالرياضيات، هون الار زي ما تقول لك انه عنصر متغير، هاي ممكن تكون اي شيء، وهي اللي بتحدد لي نوع الامينو اسيد. فهاي اللي بتحدد لي الامينو اسيد يكون بولر ولا نون بولر ولا تشارج ولا ان تشارج. ليش؟ لانه هاي عدد الاشياء عدم المؤاخذه موجوده بكل الامينو اسيدز، فمش هي اللي راح تحدد لي نوع الامينو اسيد، راح يحدد لي نوع الامينو اسيدز هي هذا الار جروب او اللي بنسميه السايد تشين. تمام؟ هاي مهم كثير تفهموه لاني بدي احكي لكم عن شغله. تمام؟ هسه طبيعه الامينو اسيد زي ما انت شايف، كل واحده من هذول الاربعه مفصوله عن بعض، يعني مش مرتبطه مع بعض، يعني من الاخر السايد تشين هاي حره. تمام؟ في كل الامينو اسيدز السايد تشين هاي حره، مش مرتبطه الا مع السي هون، مش مرتبطه الا مع الذره المركزيه اللي بنسميها الالفا. تمام؟ فمثلا مش مرتبطه مع ال NH3 هون، مش مرتبطه مع ال H هون، مش مرتبطه مع ال CO H هون. هيك الوضع في كل الامينو اسيدز، الا في عندي اكسبشن واحد بامينو اسيد اسمه البرولين، مع اني معترض على انه ليش محطوط لكم هون، يعني اتس تو ماتش انه ينحطون، يعني او مش تو ماتش، معلومته سهله بس مش مهمه. يعني في عندي امينو اسيد واحد اسمه البرولين، شو قصته او شو المميز فيه؟ شفت الار جروب هاي؟ بس انها عامله روابط مع الاجزاء الثانيه من الامينو اسيد زي هيك. شوف هذا الامينو اسيدز العاديه مثل الالانين، امينو اسيد عادي هو وغيره، في عندي ذره سي بالنص واتش وان اتش 3 وسي او اتش وسي اتش 3، والسي اتش 3 اللي هي الار جروب، يعني الار جروب هون سي اتش 3 شو ماله؟ مفصول عن مين؟ مفصول عن باقي الروابط. فهذا هن الامينو اسيدز العاديه. تمام؟ شو قصه البرولين او اللي يسموه السكندري امينو جروب؟ ببساطه شوف الار جروب هاي، هي هاي الار جروب في البرولين، هي بتكون سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2. بس شو قصتها؟ بتكون مرتبطه مع الـ مع الـ مع الان اتش 2 بلس الموجوده هون. هي المفروض ما تكون مرتبطه مع هون، لا، في هاي الحاله في البرولين بتكون مرتبطه فيه. فشو بتعمل؟ بتعمل لي حلقه خماسيه، هاي 1 2 3 4 5. الحلقة الخماسية هاي هي إشي مميز بالبرولين، يعني مش موجودة إلا في البرولين. تمام؟ هتقول لي حذيفة طب ليش؟ ما بعرف إذا يعني أخذتوها في المحاضرة الأولى أو لا، بس هتقول لي ليش الآر جروب هون هي سي اتش 3 والآر جروب هون هي هذول كلهن؟ قلت لك الآر جروب عنصر متغير، ممكن يكون هيك ممكن يكون هيك، له كثير كثير أشكال. تمام؟ طيب إذا فهمنا شو قصة البرولين؟ طيب هاي الجروب الزايد فيه شو بنسميها؟ الامينو جروب. الامينو جروب هاي بنسميها الامينو جروب.
تمام. فمشان هيك البرولين بنسميه سكندري امينو جروب، يعني فيه خاصية السكندري امينو جروب، بس قلت لكم مش اشي مهم كثير. تمام. البرولين طبعا هاي معلومة مش مطلوبة منكم، يعني هي من التكست بوك، تقول لك الشكل اليونيك او الشكل الفريد هذا للبرولين بيعطيه خواص كثير حلوة، بيعطيه خواص انه ممكن يستخدم في تكوين الكولاجين. هسه الكولاجين او الكولاجين هو عبارة عن بروتين، فالبرولين يعني النوع الرئيسي، او النوع يعني مش قلت لك الامينو اسيدز بتعطيني بروتينات، هسه بروتين الكولاجين النوع الرئيسي من الامينو اسيدز اللي بيكونه هو البرولين. تمام. انا الكولاجين، انا في عندي 25 نوع من بروتين الكولاجين كلهم فيهم برولين، لأن البرولين هو اللي بيعطيهم خاصية المتانة والمرونة تاعت الكولاجين. تمام. طيب في عندي هون تقريبا هذا كله إشي مش مهم كثير، بس راح أحكي لكم عنه بسرعة. وقلت لكم المحاضرات الأولى بتحسوا شوي المعلومات مفرقة، بس اتس اوكي، بس انتوا ركزوا معي، أنا راح أعطيكم الزبدة الموجودة هون ببساطة. أنا في عندي صبغة، هسا بنعرف إنه كل إشي اخترعوا للعلماء صبغة مشان يكشفوه. فأنا مثلا إذا في عندي مزيج فيه أمينو أسيدز، فيه ليبيدز، فيه بلا، فيه بلا 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 إلى آخره، أنا كيف بدي أعرف إذا هذا المزيج فعلا فيه أمينو أسيدز أو لا؟ بستعمل صبغة اسمها، هيها اسمها النين هايدرين ستين، صبغة اسمها النين هايدرين. تمام. شو قصة هاي الصبغة؟ ببساطة بتضيفها بطريقة هيها موجودة هون، بس مش يعني اسم العملية اللي بنستعمل فيها الصبغة اسمها الكروماتوغرافي، مش مهم كثير اقرأوها من هون يعني، إذا ما فهمتوها احكوا لي، بس راح أحكي لكم المبدأ. إنه ببساطة بنضيف الصبغة هاي، إذا تلون هذا المزيج أو جزء منه، إذا تلونت الصبغة وصار لونها أحمر أو بيربل أو أصفر، فهذا معناته إنه هذا المزيج فيه أمينو أسيد. إذا ما تلونت وظلت كلرلس يعني بدون لون، معناته هذا المزيج ما فيه ولا أي نوع من الأمينو أسيد. تمام؟ ما فيه أي نوع من الأمينو أسيد. تمام؟ طيب شو قصة الألوان اللي قلت لك عنها؟ يعني حضيف أنت قلت لي فايلوت أو بيربل أو أصفر، طيب الفايلوت والبيربل تقريبا نفس اللون، بس ليش ممكن يعطيني هذول أو أصفر؟ ببساطة إنه إذا الأمينو أسيد هذا الموجود في المركب برولين اللي هو اللي كنا نحكي عنه قبل شوي، فهاي الصبغة بتعطيني لون أصفر. إذا كان أي شيء، أي أمينو أسيد ثاني غير البرولين، فبينطيني فايلوت أو بيربل. تمام. فببساطة نعيدها بشكل سريع، لأنه هاي ما راح أرجع أقرأ الفقرة كلها، بس يعني مشان أحكي لكم إن الهايدرين ستين منضيفها، إذا ما تلونت معناته هذا مش أمينو أسيد، إذا تلونت معناته هذا أمينو أسيد. تمام. هسا نروح إذا تلونت، إذا تلونت بلون أصفر برولين، إذا تلونت بلون مش أصفر زي البيربل أو الفايلوت بيكون أي أمينو أسيد بس مش برولين. تمام؟ طيب وهذا كله نفسه موجود لحد هون. تمام؟ طيب نروح لمفهوم ثاني اللي هو الإكسبيرمنتال أبروش. يعني إكسبيرمنتال أبروش هو بس مفهوم عام ما لهوش دخل بالمحاضرة أصلاً، بس إنه موجود إلكم هون لسبب معين. ما هو الإكسبيرمنتال أبروش؟ اللي هو الميثودولوجي or method of conducting scientific research that involve designing and carrying out experiments to test hypotheses. ببساطة الـ experimental approach هو مفهوم جدا مهم. شو مهم؟ تعرفوا الأبحاث اللي هسه تقريبا الكل بدور إنه يكون عنده بحث، أي نوع من أنواع البحث، literature, experimental, lab work، اللهم صل على محمد، case study، clinical trial إلى آخره، survey حتى. كل نوع من أنواع البحوث هذول لازم تستخدم فيهم الطريقة العلمية والخطوات العلمية والمنطقية. تمام؟ يعني هي عبارة عن الطرق العلمية المرتبة اللي لازم أعملها مشان أختبر إنه نظريتي صحيحة أو لا. مثلا أنا شو الأبحاث هي عبارة عن شو؟ أنا في عندي نظرية معينة بدي أثبت، بدي أعمل الخطوات لإلها أثبت هل هي صحيحة أو لا. هذا هو البحث. بس هاي الخطوات هو الإكسبيرمنتال أبروتش، هي الطريقة العلمية الصحيحة اللي أنا بستعملها مشان أختبر هايبوثيسس معين. تمام؟ طيب. هسه نرجع لموضوع المحاضرة وهو الأمينو أسيد والبولر والنان بولر والتشارج ولا نان تشارج، هون راح نرجع لها. تمام؟ أهمية إني أحدد إذا الأمينو أسيد تبعي بولر أو نوت تعتمد على إني أشوف موقعه في البروتين، أشوف على إني موقعه في البروتين.
يعني معلومة مهمة بدي اياك تعرفها، انه البروتين الواحد ممكن يكون فيه 3 انواع من انواع الامينو اسيد، ممكن يكون بولر، ان بولر، تشارجد وان تشارجد، يعني عادي ممكن يكون ميكس. تمام؟ طيب اني احدد الامينو اسيد هذا هو بولر ولا لا، شيء مهم كثير في موقعه في البروتين. ليش؟ ليش؟ انا قلت لك البروتين وين بيكون موجود؟ البروتين وين بيكون موجود؟ غالبا بيكون موجود بيئة محيطة حواليه. تمام؟ تذكر لما انا قلت لك شو مفهوم البولر والنان بولر، انه البولر اللي بيتفاعل مع اللي حواليه، اما النان بولر بيخاف، فمشان هيك سميناه فوبيك، بينما البولر فيليك. فشو دخل موقع الامينو اسيد بالبروتين بكونه بولر ونان بولر؟ قلت لك البولر بحب يتفاعل مع المناطق المحيطة، فمشان هيك وين منلاقي احنا البولر؟ دائما بتكون البولر في الاماكن الخارجيه للبروتين. هسه البروتين كيف بيكون شكله؟ بيكون سلسله فيه اماكن موجوده من جوا وفيه اماكن موجوده من برا، زي هيك مثلا. تمام؟ زي الشيء الغريب اللي انا رسمته هون، فيه اشياء من برا وفيه اشياء بتكون من جوا مخبيه. الاشياء اللي من برا غالبا بتكون بولر، لانه هي القادره على انها تتفاعل مع البيئه المحيطه فيها، بينما الامينو اسيدز اللي بتكون بالتركيب الداخلي بتكون نون بولر، فاللي من البيئة المحيطة فيها مش قادرة تتفاعل معها. تمام؟ طيب هسه رح نروح للأنواع. طبعا النان بولر ما رح نحكي عنه كثير، ما فيش عليه كثير أشياء. رح نحكي عن الان تشارجد بولر والتشارجد بولر، ان تشارجد بولر امينو اسيد والتشارجد بولر امينو اسيد. بس قبل ما نكمل، انا دائما بحب اظل اعطيكم نفس، بصراحة مش فاهم، يعني انا عطشت بدي اروح اشرب مي، فا اتس اوكي يعني وقف الفيديو هون، قوموا اشربوا مي وارجعوا، مشان حنفوت هسه موضوع جديد، وما تخافوا المحاضرة سهلة يعني. اوكي؟ مش راضي يوقف. طيب رجعنا، بدينا نكمل. طيب شو قصة التشارج والانشارج يا جماعة؟ بس طيب شو قصة التشارج والانشارج؟ ببساطة يا جماعة، أنا قلت لك البولر هو إشي قادر على إنه يتفاعل مع البيئة المحيطة فيه، وهذا الإشي ممكن يكون شحنة ممكن يكون بدون شحنة. تمام؟ شو القصة أو شو اللي بصير عندي هون؟ شو قصة التشارج وشو قصة الأنشارج؟ الأنشارج بولر أمينو أسيد، مش إنه الأمينو أسيد مش مشحونة، ولكن اللي بصير فيه كالآتي، اللي بصير فيه كالآتي. أنا قلت لك الآر جروب هي عنصر متغير. تمام؟ عنصر متغير. في الانشارجد بولر امينو اسيد بيكون هاي الار جروب فيها شحنات سالبه وفيها شحنات موجبه، يعني فيها مركبات سالبه وفيها، مش راضي يكتب، وفيها مركبات موجبه. تمام؟ فيها مركبات سالبه وفيها مركبات موجبه. فهو مش قصه انه ما فيهوش شحنات، يعني مش قصه انه الار جروب تبع الامينو اسيد اللي بيكون انشارجد ما فيه شحنات، لا بيكون فيه شحنات، ولكن عدد الشحنات السالبة قد عدد الشحنات الموجبة، زي ما تقول ساوين بعض وخلص سكرن بعض، والشحنة الكلية تاعيتهم صفر. تمام؟ الشحنة النت تشارج لإلهم زيرو، فمشان هيك بنسميه انشارج. تمام؟ هذا قصة الانشارج. طب شو قصة التشارج؟ نفس الطريقة، بس عدد الشحنات الموجبة مش قد السالبة، ممكن السالبة تكون أكثر، فيصير الأمينو أسيد هذا نعتبره نيجاتيف تشارج، هذا اللي هن الأسيد أمينو أسيد، او ممكن يكون بوزيتيف تشارج اذا كان بيسك، اذا كان عدد الشحنات الموجبه فيه اكثر. تمام؟ طيب نروح على الانشارج امينو اسيد اللي سميناه هنا هيدروفيليك كي والنوع اللي بعده. تمام؟ طيب بقول لك اللهم صل على سيدنا محمد، the number of these amino acids، كم عدد الانشارج زي ما حكينا فوق، عدد الانشارج امين الانشارج بولر امينو اسيد عددهم 6. تمام؟ لازم يكونوا هيدروفيليك لانهم بولر، لازم يكونوا هيدروفيليك لانهم بولر، but not not vice versa. يعني المعلومه اللي بدي اقول لك اياها انه كل هيدروفيليك هو بولر، ولكن مش كل بولر هو هيدروفيليك. تمام؟ مش مهم المعلومه، بس هاي معنى الجمله يعني. تمام؟ يعني مش مهم كثير تفهموها، خلص اعرفوا انه كل هيدروفيليك هو بولر، ولكن مش كل بولر هو هيدروفيليك، فالبولر هو مصطلح اكبر بكثير من هيدروفيليك او فوبيك. تمام؟ طيب therefore we cannot say that hydrophilic amino acids lead to polarity, so these amino acids love polar solutions like، مش مهم يعني. تمام؟ طيب بس شو اللي قلت لك؟ هسه راح نفوت في الكومن فيتشرز للانشارجد بولر امينو اسيد. قلت لك شو اول فيتشر فيها؟ انه النت تشارج لإلها زيرو، النت تشارج لإلها زيرو،
مش تشارج لها زيرو او نت تشارج. شو معنى النت تشارج؟ يعني انا فعلا في عندي شحنات سالبه، في عندي شحنات موجبه، ولكن النت تبعهم زيرو، بيساوي بعض، تمام؟ بقول تمام، بقول لك كل الار جروبز اللي فيها، فيها هيدرو، فيها بولر جروبز. هسا انا الجروبز يعني انا في عندي جروبز ممكن تكون بولر وممكن تكون نون بولر، وهي اصلا بتنطيني هل الامينو اسيدز هذا بولر ولا نون بولر. فكونه هاي انشارجد بولر امينو اسيدز، فالمفروض السايد تشين اللي هي الار جروب اللي حكينا عنها فوق تكون نوع المركبات اللي فيها بولر منطقيا، يعني كونه حطيناها بهذا التصنيف المفروض تكون بولر. انطيني امثله يا طالب، وانا طالب، بس انطيني امثله على بولر جروبز ممكن انها تكون موجوده في الامينو، في الانشارجد بولر امينو اسيد. يعني انطيني امثله على جروبز بولر مثل الهيدروكسيل جروب، اذا شفتها موجوده في السايد تشين معناته هذا بولر امينو اسيد. الثيل جروب نفس الشيء، الكاربونال جروب اللي هي السي دبل بوند اول نفس الشيء، الامينو جروب نفس الشيء، تمام؟ طيب شو سبب البولاريتي؟ وهون انتم راح تفهموا اكثر شو يعني بولاريتي. شو سبب البولاريتي او منين تيجي؟ This polarity comes from difference. هاي اجت من الديفرنس بالهيدروستاتيك اتراكشن اور الكترون نيجاتيفيتي بتوين ايون بلا بلا بلا. هاي راح تعطيني بولر بوندز اور بولر ديستريبيوشن اوف تشارج على البولر سايد تشين. This will lead to polar amines. يعني ببساطة قلت لك من وين اجت البولاريتي؟ اجت البولاريتي بسبب اختلاف الشحن. يعني من وين اجت البولاريتي للانشارجد امينو اسيدز؟ اجت البولاريتي بسبب اختلاف الشحنات. اختلاف الشحنات خلى انه قادر على انها تعمل روابط مع البيئة المحيطة فيها، روابط كهربائية، روابط هيدروستاتيكية، روابط بولرية خلينا نحكي عنها. طبعا البولر بونز لها كثير انواع، راح تخطوها، ما بعرف راح تخطوها ولا لا، او اخذتوها في الكيمستري بتوقع، بس لها كثير انواع. طبيعة تركيب الامينو اسيدز هون هي اللي بتعطيها صيغة البولاريتي، تمام؟ ممكن الحكي اللي انا بحكيه غالبا مش راح يجي عليه ولا سؤال، بس بحاول افهمكم الفكرة، فايتس اوكي اذا ما فهمتوا يعني، تمام؟ طيب هذا الاشي، هذا الاشي بيساعدني اني احدد السبيسيفيك فانكشن للبروتين. هل ممكن هو، هل هو جلوبيولر ولا ممبرين بروتين؟ يعني انا قلت لك نحدد هل البروتين هذا اغلب الامينو اسيدز فيه بولر او هل اغلب الامينو اسيدز فيه نون بولر، هو اشي مش عشوائي، اشي مرتبط بوظيفته. فمثلا انا الممبرين بروتين شو بحاجة؟ الممبرين بروتين اللي هو البروتين الموجود في البلازما ممبرين، شو بحاجة؟ بحاجة مثلا انه يكون اطراف الخارجية بولر واطراف الداخلية نون بولر. الجلوبيولر تشين بحاجة انه محيطه يكون بولر وجواه يكون نون بولر. فتشكيل البروتين وطبيعته مش اشي عشوائي، دائما يعني احدد يعني هل هذا البروتين فيه هل قد بولر هل قد نون بولر، وفي هذا المكان وفي هذا المكان، مش اشي عشوائي، اشي يتم تحديده اثناء عملية الترانسكريبشن، يعني عملية كثير دقيقة، تمام؟ طيب فزي ما انا قلت لك هون، شوف مثلا، شوف اللون الاصفر هم عباره عن امينو اسيدز نون بولر، بينما اللون الاحمر هم عباره عن امينو اسيد بولر، تمام؟ طيب هذا البروتين هو ممبرين بروتين، هذا البروتين هو ممبرين بروتين، هذا البروتين هو جلوبيولر بروتين، تمام؟ شو الفرق بيناتهم؟ لاحظ اولا انه عدد النون بولر امينو اسيد في حاله الممبرين بروتين، النون بولر عددها كثير اكبر من البولر، تمام؟ بينما في الجلوبولر بروتين البولر اكثر من النون بولر. ليش؟ لانه الممبرينس بروتين، يعني الممبرينس بروتين اماكن الاحتكاك تاعيته مع المحيط الخارجي تبعه كثير قليله. فلاحظ وين موجود البولر فقط، بس موجود من هذا الطرف ومن هذا الطرف، تمام؟ بس موجود من الاطراف الفاتح فيها، تمام؟ بينما كل الاماكن اللي داخل الممبرين نفسه مش بحاجه تكون بولر، فمشان هيك كلهن نون بولر، تمام؟ فانت لاحظ عدد البولر للنون بولر هون قديش قليل، بينما الجلوبيولر بروتين اللي هو عباره عن البروتين مثلا موجود في الدم، تمام؟ مثل الهيموجلوبين، تمام؟ الموجود في الدم، الدم محيط فيه من كل الجهات، مش بس من طرفين او من نقطتين، لا، الدم محيط فيه من كل الجهات. فالبولر من برا بيكون متركز بشكل كبير، لاحظ هون كم نقطة حمراء في عندي كثير، تمام؟ بينما من جوا بيكون متركز الأصفر، لكن بغض النظر الأحمر بيكون عدده أكبر من الأصفر، تمام؟ فنسبة البولر للنان بولر إشي مش عشوائي، إشي بيحدده إيش الفانكشن تبع البروتين تبعي، تمام؟
بقول لك مثلا اذا انا اجيت كويستشن من الدكتور، اذا انا اجيت بدلت مثلا هذول الاربعه بولر بدلتهم بنان بولر، شو اللي راح يصير؟ راح يصير انه هاي المنطقه راح تبطل قادره على انها تتفاعل مع المنطقه المحيطه فيها، فاذا المنطقه المحيطه فيها مثلا هي الدم، فراح تبطل هذا البروتين قادر على انه يذوب او يرتبط معناتها يذوب، راح يبطل قادر على انه يرتبط مع البيئه المحيط فيها، فراح ياثر على السوليوبيليتي تبعه، لانه اذا بدلتهم بنان بولر، النان بولر هذول راح يفوتن لجوا، تنقص التشين هاي، وزي ما تقول يصغر حجم المكان اللي قابل للارتباط، تمام؟ فهذا بياثر لي على السوليوبيليتي، تمام؟ تمام، لاحظ انت عندي هون انه في هاي الحاله وهاي الحاله، هسه لما انا قلت لك انه البولر قادر على الارتباط بالبيئه المحيطه فيه والنان بولر لا، مش معناته انه النان بولر غير قادر على انه يشكل روابط، تمام؟ النان بولر قادر على انه يشكل روابط مع النان بولر اللي زيه، فهو قادر مثلا امينو اسيد نان بولر مثلا هذا بيقدر يعمل لي روابط مع امينو اسيد نان بولر ثاني، تمام؟ فهو قادر على انه يكون لي هاي الروابط. شو اسم هاي الروابط النان بولر؟ بنسميها هايدروفوبيك بوندز، هايدروفوبيك بوندز، تمام؟ وين بتكون مرتبطة؟ يعني زي ما تقول يعني كيف الزيت، الزيت على فكرة هو هايدروفوبيك، بنقدر نشبهه هون، تمام؟ الزيت شو بيعمل؟ إذا مثلا حطيت زيت رشيته بمي، شو بيعمل الزيت؟ بيرتبط ببعض، بصير يلف حوالي بعضه. شو سبب انه يلف حوالي بعضه؟ تشكلت بين ذرات الزيت روابط الهيدروفوبيك، فصارت زي ما تقول هيك مرتبطة مع بعضها كثير وخايفة من المي، تمام؟ هون نفس الشيء، تمام؟ طيب هسا عملية الفولدينج، يعني هسا أنا بعد ما الأمينو أسيد تكونت البروتين، في عندي منطقة بعد تكوين البروتين وهي مهمة كثير بالفانكشن تبعها اللي هي الفولدينج. أنا البروتين اللي عندي شكله مش 2D، شكله 3D، عملية الفولدينج هاي أخذتوها في البيولوجي المفروض. إيش اسم الأشياء، إيش اسم الإشي اللي بينطيني خاصية الفولدينج لهذا البروتين؟ إشي اسمه تشابيرونز، اللي هم الاتش اس بي، اتش اس بي، هذول بيكونوا هيت انتوليرنت، هذول كثير عليهم ابحاث باي ذا، تمام؟ طيب انا عارف انه بعدنا بالصفحه الخامسه من اسئله 10، بس هم اول 4 صفحات فيهم كثير حكي، بس بعدين يعني اغلبه صور، تمام؟ فما تقلق. المهم هسه لازم نتعرف على الانتشارجد بولر امينو اسيدز. احنا هسه خلصنا خواصهم، حكينا كل شيء عنهم، تمام؟ اللي حكيناه هون التشارج لهم صفر، انه كلهم لازم يكون فيهم بولر جروبز وبلا بلا بلا، تمام؟ هسه رح نحكي ايش الامثله اللي عليه، يعني احنا قلنا كم انشارجد بولر امينو اسيد عندنا بجسمي؟ 6، لازم تحفظ اسمائهم، تمام؟ ايش هم الـ6؟ السيرين، ايش هم الـ6؟ السيرين، الثريونين، التايروسين، الاسباراجين، الجلوتامين، والسيستين، تمام؟ لازم تحفظ اسمائهم، هم عمرهم يعني نادرا ما يجيبوهم، بس نصيحه لكم احفظوا اسمائهم، تمام؟ لاحظ قلت لك شو شرط انه يكون انشارجد بولر؟ اولا انشارجد ما عليه شحنه، كلهم ما عليهم شحنه. ثانيا شرط انه يكون بولر، يكون فيه بولر جروب بالسايد تشين، وحكينا عنهم البولر جروب. فلاحظ السيرين شو البولر جروب الموجوده فيه؟ هيها الاو اتش، تمام؟ الثريونين شو البولر جروب الموجود فيها؟ هيها الاو اتش. التايروزين برضه او اتش. الاسبارجين هيها الان اتش 2. الجلوتامين الان اتش 2. السيستين الاس اتش، تمام؟ اللي هي الثايول. فلاحظ كلهن موجود فيهن البولر جروبس، فهنك انت بتحطهم بولر، فكلهم ما عليهم شحنه فهم انشارجد. فشو نوعهم؟ انشارجد بولر. فاذا انت مش حافظ الاشكال بالمره، تمام؟ يعني اذا انك مش حافظ مثلا انه هذا الشكل للسيرين، بتقدر تجاوب اذا جاب لك اياه مثلا بالامتحان، مع انه مستبعد تجيبه، بس انا بحب دائما انطيكم الاصعب عشان تحلوا الاسهل. جاب لكم مثلا هاي الصيغه بالامتحان، كيف بدك تحلها؟ حدد اول شيء وين السايد تشين. هاي السايد تشين اولا هل عليها شحنه ولا لا؟ لا، تمام؟ فهو انشارجد، تمام؟ كيف بدك تحدد هل هو بولر ولا نان بولر؟ والافضل تحدد بولر نان بولر قبل يعني، بس كيف بدك تحدد بولر نان بولر؟ اذا شفت واحده من هذول في السايد تشين، معناته شو ماله؟ معناته هو بولر، ما شفتهم معناته نان بولر، اوكي؟ تمام، بس راح ناخذ يعني معلومات سهله كثير عنهم، تمام؟ اولا ايش اسم اللي موجود فيهم او اتش منهم كلهم؟ اللي هم السيرين والثريونين والتايروزين. فلاحظ التي والتي والاس هم اللي فيهم البولر جروب اللي من نوع او اتش. طيب مين اللي فيهم بولر جروب من نوع ان اتش 2؟ اللي هم الجلوتامين والاسباراجين. لاحظ اللي فيهم حرف الجي.
طبعا مش إشي علمي اللي قاعد بعطيك إياه، بس مشان تربطهم يعني، فيهم حرف الجي هم اللي البولر جروب فيهم هي الـ NH2، أما اللي هذول هم البولر جروب فيهم OH. مين الوحيدة اللي البولر جروب تبعها هو SH؟ اللي هي السيستين. تمام؟ طيب طبعا فكرة أسئلة الدكتور بتيجي هيك، بقول لك which of the following فيها هيدروكسيل جروب من الآتي عدا، يعني كلهم فيهم عدا، بكون جايبين لك سيرين ثيرين تايروزين مثلا وأسبارجين، جواب بيكون أسبارجين. أو لما يجي يقول لك all of these polar amino acids have don't have OH in their side chain except، شو معناته بده اللي فيها او اتش، فبكون الجواب واحدة من هذول، لان هو بس تلاعب بالحكي. تمام. التايروزين اللي هي هاي التايروزين، لاحظ شو في بالتايروزين، فيها اشي مميز وهي الوحيدة فيهن كلهن اللي فيها هذا الاشي، فيها الرينج هذا بنسميه رينج البنزين او البنزين رينج، تمام، او الاروماتيك رينج بنسموها، اخذتوها في البيوكيمستري وراح ناخذ فيها، بس يعني انت اذا خربطت، الوحيد اللي فيها هذا الرينج بهاي الشكل هو التايروزين. تمام. انت لاحظ التايروزين فيه اروماتيك رينج، الفينيل الانين، هون بدي بلش اقارن لك بين هذول الامينو اسيدز وامينو اسيدز ثانيات، فبقول لك انا مثلا التايروزين هذا فيه اروماتيك جروب، في عندي نوع امينو اسيد ثاني اسمه الفينيل الانين، اسمه الفينيل الانين، صح؟ تمام. الفينيل الانين، الفينيل الانين برضه فيه اروماتيك رينج، ولكن التايروزين يعتبر بولر، الفينيل الانين يعتبر نان بولر، معناته شو اللي بدنا نستنتجه؟ انه مش الاروماتيك رينج هاي هي اللي حددت لي انه التايروزين بولر، يعني مش الاروماتيك رينج هاي هي اللي حكت لي او هي اللي اعطت التايروزين خاصيه البولاريتي، معناته مين اللي اعطاها اياها؟ هي الاو اتش. تمام؟ طيب فهو زي ما تقول هون شو راح يحكي لك؟ راح يقول لك مثلا التايروزين شو فيه؟ عدل الاو اتش، فيه رينج هذا. فمشان يقول لك انه مش الرينج هو السبب بانه اخذ البولاريتي تاعته، بقول لك انا في عندي نان بولر امينو اسيدز فيهم نفس الرينج بس هم مش بولر. تمام؟ طيب وبرضه بنطيك مثال انه مثلا هون شو بنطيك؟ بقول لك التايروزين فيه هيدرولوكسيشن اوف فينيل الانين، يعني بقول لك شو الفرق بين التايروزين والفينيل الانين؟ بس الاو اتش، انه صار لها يعني الف، يعني التايروزين هو عباره عن فينيل الانين صار له هيدروليكسيشن. تمام؟ كيف بدي احط لك اياها؟ الفينيل الانين اللي هي البي، هي التايروزين مشتقه من الفينيل الانين. تمام؟ بس شو الفرق بيناتهم؟ درت الاو اتش هاي، انه صار له هيدروليكسيشن فاكتسب او اتش. تمام؟ هاي الاو اتش هي اللي انطت التايروزين خاصيه البولاريتي، وهذا اصلا ننبوله. تمام؟ طيب برضه اذا بدك تروح السيستين فيه، اللهم صل وسلم، السيستين بس تمرن شوي، سين دبل بوند او. طيب السيستين فيه سلفر اتوم مثل الميثيونين، بس السيستين بولر لانه فيه الثيل جروب، الميثيونين نون بولر، يعني بقول لك السيستين فيه اس، تمام، السيستين فيه السلفر جروب. تمام، وفي عندي نوع امينو اسيد ثاني اسمه الميثيونين، الميثيونين برضه فيه ذره اس، ولكن الميثيونين لا يعتبر بولر، السيستين يعتبر بولر. ليش؟ لانه السيستين ما فيه اس لحالها، فيه الثيل جروب اللي هي الاس اتش، بينما الميثيلنيولول هذا الموجود تحت ما فيه اس اتش، فيه فقط ذره جروب اس، فيه ذره اس لحالها. تمام؟ طيب بنفس المبدا اللي قلت لك اياه فوق، بقصد انه اللي بده يحكي لك اياه انه مش ذره السلفر هي اللي اعطتني للسيستين خاصيه البولاريتي تاعيته، لا، الثيول اللي هي الاس اتش هي اللي اعطت لي اياه، بدليل انه انا في عندي نان بولر امينو اسيد اسمه ميثيونين وفيه ذره اس لكنه نان بولر. انا بتمنى اني قاعد بفهمكم بالإشي، لانه الإشي هون شوي معجوق بس هو سهل كثير يعني. تمام، راح ارجع اعيد لكم اياه. شفت هاي الرابطه الاس اتش، هاي هذا السيستين صح فيه اس اتش، اذا جبنا سيستين ثاني فيه اس اتش بيقدروا لهذول الاثنين يرتبطوا مع بعض برابطه تعد من اقوى روابط البولر. صح، انا قلت لك البولر بونز لها كثير انواع، اقوى نوع من انواع الروابط اللي ممكن تتكون
هي اللي بتتكون ما بين ثيول جروب وثيول جروب ثاني. طبعا السيستين مش هو لحاله اللي فيه ثيول جروب، فانا مشان هيك بقول لك اقوى الروابط اللي ممكن تتكون بين اس اتش واس اتش ثاني. شو بيسموها هاي الرابطه؟ بيسموها الداي سلفايد بوند. هي اقوى رابطه، بتكون دبل بوند وبتكون كثير قويه، صعب كثير انها تنكسر. يعني الباقي الانواع من انواع البولر بوند زي الهيدروجين بوند والخ الخ الخ هن قويات، ولكنهم مثلا بينكسروا بالحم، بينكسروا بالستريس والخ الخ الخ. هاي البوند ما بتنكسر بالهيت، ما بتنكسر بالستريس بالمره، فهي تعد من اقوى الروابط. تمام. بقول لك انه الاسبارجين والجلوتامين فيهم كربون الجروب، والكربون الجروب از مور بولر جروب ذان ذا او اتش. بس بيقول لك انه الكربون الجروب بشكل عام، بيقول لك انه الاسبارجين والجلوتامين بولر اكثر من الثلاث انواع الاوليات. انا اسف انه المعلومات مفرقه عن بعض، بس يعني هيك موجود معكم، شو نعمل؟ تمام. طيب في هون معلومة بيقول لك وهي كثير مهمة، هسه بقول لك ليش مهمة. The smallest polar uncharged amino acid is the serine. تمام. طيب هذا السؤال ممكن يتلاعب فيه كثير. ليش؟ لأنه هسه شو أصغر أمينو أسيد بشكل عام؟ أصغر أمينو أسيد بشكل عام الجلايسين، أخذتوها أكيد في المحاضرة الأولى. أصغر أمينو أسيد بشكل عام هو الجلايسين، بس مين أصغر أمينو أسيد من نوع البولر أنتشارجد؟ هو السيرين. هاي ممكن تجيكم بالأم سي كيو وكثير مهم. تمام. طيب بولر أمينو أسيد مين that they are able to make hydrogen bond with the water والبيئة المحيطة فيهم، مثل التيروزين بيقدر يعمل لي هيدروجين بوند، بلا بلا بلا. هذا كله حكينا عنه، انتوا ارجعوا اقرأوا، واذا انا فشكت عن شيء ارجعوا لي. تمام. هاي المعلومة مش مهمة كثير، مش مطلوبة منكم. تمام. معلومة إضافية. تمام. هسا كل الامينو اسيدز جروب، كل طبعا هذا الشيء برضه لازم احطوه بالمحاضرة الاولى. انا الامينو اسيد جروب اذا بتتذكروا دائما، احنا دائما شو بتتذكروهم او كيف احنا بنوصفهم؟ دائما بنوصفهم بثلاث احرف، اي ال اي تي اتش اي جي ال واي اي جي اي اي ال اي اي ال بي والخ الخ الخ. هذا التصنيف اللي احنا مطالبين فيه، هذا التصنيف اللي احنا مطالبين فيه اللي هو التصنيف الثلاثي، التصنيف الثلاثي. بس في ناس بتقول لك لا انا بدي اصنفها بناء على حرف واحد. فمثلا شوف هون، مثلا الالانين الثري لتر سيمبل او احنا بنرمز له بنستعمله الاي ال اي، بس لا في اماكن ثانيه بترمز له بالحرف اي. الارجينين احنا بنستعمله للاي ار جي، بس في ناس بتستعمله للار. شو يعني مش مهم الاشي اللي بقول لك عنه، بس انا بقول لك انه انا في عندي اكثر من طرق تسميه واختصار للامينو اسيد. تمام. احنا شو اللي معتمد لنا والمطلوب منا اللي هو الثري لتر سيمبل، الون لتر سيمبل مش مطلوب منكم. تمام. We have amino acids with charge inside the primitive protein. هم اللي بينطون ionic bond. So we need more than one type of bond into the protein synthesis because مش مهمة. بقول لك انه البولر بوند، طبعا انا اسف انه المعلومات شوي مفرقة، بس يعني هي الحياة هيك. بقول لك انه انا البولر بوند قلت لك انا في لها كثير انواع. لحد الان تعرفنا على الهيدروجين بوند، تعرفنا على الدايسلفيد بوند اقواهم. في عندي نوع ثالث من انواع الروابط اللي هي اللهم صل على محمد، الرابطه الكهربائيه الالكتريكال بوند، اللي هي بتكون بين الايون الموجب والسالب، برضه ممكن تتكون عندي يعني. تمام. تمام. شو فائده كل هاي الروابط؟ بتعمل لي ستابلايزيشن للبروتين وبتعمل لي ريجولار شيب للبروتين. يعني شو اهميه الروابط؟ اهميه الروابط ببساطه انها تعمل لي ستابلايزيشن. يعني شو يعني ستابلايزيشن؟ يعني انه البروتين يوصل لصيغه مستقره. تمام. وشو يعني ينطيني شكل لإله؟ لانه انا الاهم شيء في البروتين شكله، لانه البروتين شيء فريد كثير، لانه الشيب ديترمان دي فانكشن، شكل البروتين هو اللي بيحدد لي وظيفته. فمشان هيك شكله كثير مهم. مين اللي بيعطيني شكله؟ هاي البونز. تمام. طيب انا قلت لك هون راح يرجع يدلك لك معلومه شو اقوى انواع الروابط. هي رابطه الدايسلفايد بوند اللي بتكون بين الاس اتش وبين الاس اتش. فوين بتكون غالبا؟ بين امينو اسيد 16 وامينو اسيد 16 ثاني، بيرتبطوا مع بعض وبينطوني هاي الدايسلفايد بوند. بقول لك يعني هاي يعني ما بتنكسر بدرجه الحراره او بحمض مثلا الطبيعي. فمثلا انا اذا مثلا جبت مثلا جبت درجه حراره 30، تمام، واسد مثلا قوته 3 من 10، تمام، هاي الاشياء كافيه انها تكسر لي البوندات الثانيه البولر، يعني تكسر لي البولر بوندز الثانيه. تمام.
ولكنها غير كافية لأنها تكسر لي الدايسل فايند بوند. عشان تكسر لي الدايسل فايند بوند مثلا لازم تضاعف الحرارة وتضاعف لقوة الأسد وبلا بلا بلا. مش إنها ما بتنكسر، أنا آسف خربطت فيها فوق، مش إنها ما بتنكسر لكنها بحاجة حرارة أكثر وقوة أسد أكبر عشان تقدر إنها تنكسر. تمام؟ تمام. بقول لك مان الاكسترا سيلولار بروتين ستابلايزد باي الدايسل فايند بوندز مثل الألبومين أو مثل الفيبرونوجين. فبقول يعني هاي أمثلة على بروتينات بتستعملين للدايسلفايد بوند. ليش؟ هاي البروتينات تعتبر اكسترا سيلولار بروتين. شو يعني اكسترا سيلولار بروتين؟ يعني موجود برا الخلايا، موجودة بالدم أو بالانتر سيلولار فلويد أو بغض النظر. هاي أنواع من البروتينات بتتعرض لبيئة صعبة، هي بتمشي وبتركض بالدم وبتطلع وبتفوت وبتحمل وبتفلت، قصتها طرمان. فهي بحاجة إنه يكون فيها روابط قوية، تمام؟ بحاجة إنه يكون فيها روابط قوية، تمام؟ شو اقوى رابط ممكن يكون فيها الدايسلفيد بوند؟ فمشان هيك احنا بنشوف كثير دايسلفيد بوند في الاكسترا سيلولار بروتين مثل الالبومين مثل الفيبرينوجين. الالبومين اللي هو وظيفته الاساسيه هو كارير بروتين، وظيفته يحمل الاشياء وينقلها من مكان لمكان، فلازم يكون قوي، انتم هيك اربطوها، تمام؟ وبرضه نوع ثاني من انواع البروتينات اللي هو الفيبرينوجين. الفيبرينوجين هو عباره عن بروتين بيتحول لماده اسمها فيبرين لما تتفعل، يعني لما يصير الاكتيفيشن. هاي الفيبرين ماده بتسكرين الجروح، يعني بتدخل في مرحله تكوين الكلوت اللي هي لما ينجرح الوعاء الدموي. صح، بيسكر. كيف بيسكر؟ شيء اساسي فيه هو الفيبرين. فقديش لازم يكون الفيبرينوجين قوي؟ فمشان هيك الالبومين والفيبرينوجين احد الاشياء المهمه. تمام. طيب راح نروح لاخر تصنيف من انواع الامينو اسيد اللي هو تشارجد بولر امينو اسيد. احنا النون بولر ما حكينا عنه كثير، حكينا عن الان تشارجد بولر، بس راح نحكي عن التشارجد بولر. شو يعني التشارجد بولر؟ يعني بولر ولكن عليه شحنه موجبه او سالبه. وانا قلت لك التشارجد بولر هو نوعين، يا اما الشحنه اللي عليه تكون موجبه وهذول عددهم 3 وبيكونوا بيسك امينو اسيدز، او الشحنه اللي عليه تكون سالبه وهم عددهم 2. شو يعني؟ شو معنى هذا الاشي؟ او شو معنى انه هذا الامينو اسيد ممكن يتحول لسالب او ممكن يتحول لموجب؟ ببساطه اذا هذا الامينو اسيد قادر على انه يفقد بروتين، تمام، قادر على انه يفقد بروتين، فشحنته راح تصير سالبه، فهذا بنسميه بيسك امينو اسيدز. او اذا هذا الامينو اسيد قادر على انه يكتسب بروتين فبينضاف له شحنه واحده موجبه فبتصير موجب واحد. تمام. هسه بقول لك هون من وين التشارج للبولر امينو اسيدز اجت، يعني من وين بتيجي التشارج. بقول لك بتيجي من عن طريق السايد تشين تبعها. بتكون يعني شو الفرق بين التشارج والانتشارج؟ بالتشارج السايد تشين تبعها بيكون قابل على التبادل الايوني مع البيئه المحيطه فيه، فبيقدر يخسر بروتون او يخسر بروتونات او يكسب بروتونات. اذا خسر بروتينات شحنته بتصير سالبه، اذا كسب بروتينات شحنته بتصير موجبه. تمام، من هون اجت. فهي على شو بتعتمد؟ فعلى شو بتعتمد التشارج تاعت البولر امينو اسيد؟ تعتمد على الانفايرمنت المحيطه فيه. تمام، وبحاله الدم وبحاله انه الامينو اسيد او البروتين هذا موجود في الدم، شو الانفايرمنت المحيطه فيه؟ الدم، واللي بيتحكم بالتشارج تبعها اللي هي البي اتش. فالبي اتش تاعت الدم هي اللي بتتحكم لي في شحنة الأمينو أسيد أو شحنة البروتين. تمام، بطريقة راح نفوت بتفاصيلها أكثر هسه. تمام تمام راح نبلش بأول نوع من الأنواع وهم الأسيدك أمينو أسيدز اللي هم اللي بينطوني، وهم اثنين أسيدك أمينو أسيدز اللي هم اللي بينطوني شحنة سالبة، اللي هم الأسبارتيك أسيد والجلوتاميك أسيد. تمام، الأسبارتيك أسيد والجلوتاميك اسيد هم الاثنين الاسيدك اللي قادرين على انهم ينطوني شحنه سالبه. هتقول له حذيفه طب هون ما في شحنه سالبه، كيف بدك تحدد انه شحنه سالبه؟ شوف هون، هاي الاتش قادر على انهم يخسروها، يعني على عكس الاو اتش الموجوده فوق، على عكس الاو اتش الموجوده فوق، على عكس الاو اتش الموجوده فوق، الاو اتش الموجوده هون ما بيقدر يخسرها. هسه راح احكي لكم ليش هون ما بيقدر يخسرها، فمشان هيك هو دائما بنسميه انشارج. بينما الاو اتش الموجود في هذول المركبين، الاتش اللي فيها قادر على انه يخسرها، فاذا خسرها شو راح يصير؟ راح تروح الاتش وتصير او ماينس، وهون نفس الشيء راح يصير او ماينس، وهو قادر على انه يخسر لي هذا الاشي. تمام، من ناحية التركيب شو الفرق الوحيد بين الجلوتاماتيك اسيد والاسبارتيك اسيد؟ الفرق الوحيد فيما بينهم انه لاحظ كل شيء فيهم نفس الاشي الا الجلوتاميك اسيد فيه اس،
سي اتش 2 زياده، يعني لاحظ كل شيء مشترك بس هذا فيه سي اتش 2 زياده. تمام. طيب هسه هذا الجلوتاميك اسيد لما يخسر الاتش ويصير في حاله ايونايد، يعني لما يصير في حاله مشحونه شو بصير اسمه؟ ببساطه بصير اسمه بصير اسمه جلوتاميت ايون. تمام، هذا بصير اسمه جلوتاميت ايون. تمام، وها يعني مش إشي كثير مهم، بس بيقول لك انه في هاي الحاله لما يكون في هذا التركيب بيكون اسمه جلوتاميك اسيد، جلوتوماتيك اسيد. لما يخسر الاتش تاعيته بس بصير اسمه جلوتاميت ايون. تمام، مش معلومه كثير، يعني معلومه مش كثير مهمه. تمام، الكاربوكسيل جروب ذات بايند، الكاربوكسيل جروب المرتبطه مع الالفا كاربوكسيل جروب، الدي كاربوكسيل جروب المرتبطه ذات بايندز للالفا كاربوكسيل جروب، بات كاربوكسيل جروب ذات بايند ار جروب از كولد ار كاربوكسيل جروب. يعني بيقول لك مش عارف شو فائدتها، بيقول لك انه الكاربوكسيل جروب شو بدك؟ في هون أتوقع إشي ناقص بالجملة، هي قواعديا فيها إشي غلط، بس بيقول لك إنه الكاربوكسيل جروب المرتبطة بالآر جروب اللي هي هاي، إحنا شو بنسميها؟ بنسميها الآر كاربوكسيل جروب، بس هاي أتوقع هون أتوقع قصده دي كاربوكسيل جروب ذات بايند للسي، للألفا سي، للسي بالنص. يعني مش مهم، هاي شوف فريق التفريغ عدل، أوكي فيها إشي ناقص. تمام، دي تشارج بتصير نيجاتيف لما الكاربوكسيل جروب دونيتد ايون، هذا بيصير على الفسيولوجيكال على الفسيولوجيكال بي اتش. It's very critical value which means if someone is 7.45 the blood is considered alkaline، واذا كان 7.35 the blood is acidic. فبيقول لك انه متى احنا الاسبارتيك اسيد او الجلوتاميك اسيد بصيروا مشحونات؟ ببساطة ببساطة عن طريق انه يخسر البروتون تبعه. تمام، يخسر البروتون تبعه. انا قلت لك هذول الاسيدز او هذول البروتينات بشكل عام او الامينو اسيد بشكل عام موجودات غالبا بالدم، انا قلت لك مين اللي بيتحكم لي في حاله الايونيه تعيت الدم اللي هو البي اتش. تمام، هسه يعني انا ما بدي افوت بالتفاصيل هاي لانه مش مطلوبه معكم، بس انه انا للامينو اسيد او للجروبات في شيء بنسميه البي كي. تمام، البي كي، البي كي هو اللي بيحدد، هو رقم ثابت. تمام، بينما البي اتش المحيطه بالامينو اسيد هو رقم متغير، البي كي هو رقم ثابت للجروب تاعيته. فالبي كي مثلا لهذا الجروب هو دائما 4.3. تمام، بس بغض النظر البي كي هو اللي بيحدد لي اذا انا راح اخسر او اكسب بناء على البي اتش المحيطه فيه، بناء على البي اتش المحيطه فيه. تمام، فمثلا يعني مش دقيقه المعلومه، فمثلا اذا البي اتش كانت اعلى من البي كي، إذا البي اتش كانت أعلى من البي كي، فهذا المركب مثلا يعني شو راح يصير فيه؟ هذا المركب راح يخسر اتش ويعطيها للبي اتش. تمام؟ راح يخسر اتش وينطيها للبيئة المحيطة فيه. تمام؟ بينما إذا كان البي اتش أقل من البي كي راح يعطي، كمثال ممكن أنا بحكيه غلط بس أنا بقول لك شو علاقتهم ببعض، إنه هو اللي بيحدد لي متى بكسب ومتى بخسر، كم أكسب وكم أخسر. تمام؟ راح نحكي عنه هسه. الاسيدك امينو اسيدز لهم نيجاتيف تشارج. تمام، هسه بقول لك انا البي اتش الطبيعي الموجود في دمي هو 7.4. تمام، 7.4 هو الفسيولوجيكال بي اتش، هو البي اتش الطبيعي الموجود في جسمي. تمام، البي اتش الطبيعي الموجود في جسمي هو 7.4. هسه بقول لك لما يكون البي اتش تبعي 7.4 هو كافي انه يعمل لي هذول الايونات. يعني لما يكون البي اتش 7.4 على قيم البي كي هاي، لاحظ البي اتش كذا بغض النظر، يعني المهم هاي هي كافية لانه مثلا الاسبارتيك اسيد يخسر الاتش بيصير ايونايزد. يعني في الوضع الطبيعي، يعني بدي اوصل لك يا انه بالوضع الطبيعي بالفسيولوجيكال بي اتش اصلا هذول ايونات، يعني ما بيكون جلوتاميك اسيد، لا بيكون جلوتاميت ايون. تمام، هاي قصة الأسيدك. قصة البيسك يا جماعة، أنا آسف إنه قصة الشحنات مش كثير بتنشرح إلكم، بس أنا ما بدي أخوض بتفاصيلها، هاي مواضيع كيمستري وبيوكيمستري، أنتوا نفسكم لا تخوضوا بتفاصيلها. فهذا الموضوع تحديدا إذا ما فهمتوه علي اتس أوكي، يعني اسألوني عنه طبعا برجع فهمكم، بس نصيحة إلكم لا تتعمقوا فيه. والله يعني أتوقع متذكرين هاي الأشياء بالبيوكيمستري يعني مش مطلوبة منكم. تمام؟
خلصنا الاثنين الاسيدك اللي هم الاسبارتيك والجلوتاميك اسيد، راح نروح للبيسك امينو اسيدز اللي هم الثلاث، اللي هم الهيستيدين اللايسين والارجينين. الهيستيدين واللايسين والارجينين تمام، كلهم لما يصيروا ايونات شو بيكتسبوا؟ كلهم شو عليهم؟ بوزيتيف تشارج، كلهم عليهم بوزيتيف تشارج تمام. طيب زي ما انت شايف بيقول لك هون انه اللايسين بيشبه الارجينين بالستركتشر، لاحظ ستركتشر اللايسين بيشبه ستركتشر الارجينين تقريبا، الفروقات اللي بيناتهم كثير بسيطه. الهيستيدين اللي هو الثالث تبعهم فيه إشي مميز كثير، اذا انك شايفه شو فيه؟ فيه رينج، فيه 5 ممبر رينج. شو بنسميها؟ بنسميها الاميدازول رينج. يعني هاي الرينج الموجود في الهيستيدين شو بنسميها؟ بنسميها الاميدازول رينج تمام. طبعا الهيستيدين الصيغه هاي تاعيته مهمه جدا في تركيب بعض البروتينات، مهم كثير بالفانكشن تبعها، بس مش مطلوب منكم تفاصيل تمام. على الفسيولوجيكال بي اتش the R group للبوث اللايسين والأرجينين are fully ionized and positively charged. يعني شفت اللايسين والأرجينين على الفسيولوجيكال بي اتش، يعني على البي اتش الطبيعية اللي 7.4، خلص ببساطة شحنتهم بتكون موجبة. زي مين؟ زي هذول الأسيدك قلنا على الفسيولوجيكال بي اتش بيكتسبوا الشحن السالبة بشكل كامل، وهذول على الفسيولوجيكال بي اتش بيكتسبوا لي الشحن الموجبة بشكل كامل. طب ليش ما ضمننا الهيستيدين؟ الهيستيدين على الفسيولوجيكال بي اتش بيكون نون ايونايزد تمام، ما بيكون ايونايزد. متى بيكون ايونايزد؟ لما هيستيدين هو الاونلي وان اللي بصير ايونايزد. ذات ات ا بي اتش بيلو ذا بي كي اي. يعني شو بيقول لك؟ بيقول لك الهيستيدين مستحيل يصير ايونايزد الا اذا البي اتش تبعيته، البي اتش تعيت الدم كانت اقل من البي كي. انا البي كي تعيت الار جروب كم؟ 6. فالهيستيدين مستحيل يكتسب شحن موجبه الا اذا البي اتش تعيت الدم تصير اقل من 6 تمام. اذا صارت اقل من 6 وقتها بيكتسب الشحن الموجبه، لكن طالما ما اكتسب او ما صارت اقل من البي اتش ما صارت اقل من 6، فالهيستيدين راح يظل نيوترال، ما يعني ما راح يصير سالب، هو نيوترال. اذا صارت البي اتش اقل من 6 فبصير بوزيتيف تمام. طيب هل وضع طبيعي يوصل البي اتش عندي ل 6؟ انت عارف شو يعني يوصل البي اتش ل 6؟ يعني انا الدم عندي وصل فيري اسيدك كثير باثولوجيك تمام، فمش طبيعي انه يوصل عندي البي اتش عندي ل 6. يعني البي اتش دمي مستحيل يوصل ل 6، جزء ليتال اذا وصل، ل 6. انت تخيل الدم تبعك حمضي لهي الدرجه، كثير انوي تمام. فببساطه بقول لك انه الهيستيدين مستحيل يصير ايونايزد، يعني بوزيتيفلي ايونايزد، الا اذا البي اتش صارت اقل من البي كي تبعه، يعني صارت اقل من 6. بينما اللايسين والارجينين او كل الاسيدك بيقدروا يكتسبوا شحناتهم السالبه هون او الموجبه هون إذا على النورمال بي اتش على 7.4 تمام. تمام فبقول لك يعني إذا بالنسبة للهيستيدين شو قصته؟ بقول لك إذا البي اتش تاعيته، إذا البي اتش المحيطة، بقول لك إذا البي اتش المحيطة فيه كانت أقل من 6، إذا البي اتش المحيطة فيه كانت أقل من 6 ببساطة راح يكتسب بروتون، راح يصير له بروتونيشن، راح تصير شحنته موجبة. بينما للبي اتش الأكبر من 6 راح يخسر الشحنة الموجبة هاي ويرجعها لبرا ويرجع شحنته نيوترال. اوكي ترجع شحنته نيوترال تمام. الهيستيدين از ا كور اي اي بالهيموجلوبين، والهيستيدين اتسلف از امبورتنت فور بايندينج وذ اكسجين. يعني بقول لك الهيستيدين هو مركب مهم جدا في الهيموجلوبين. يا جماعة الهيموجلوبين تبع الدم هو عبارة عن بروتين بيتكون من امينو اسيدز عادي. شو اهم امينو اسيد موجود فيه بدي اياك تعرفه؟ اللي هو الهيستيدين. يعني احنا هسه لحد الهيستيدين شو عرفنا؟ طب عرفنا عنه مثلا 3 اشياء، اولا هو من انواع الانشارجد بولر تمام، ثانيا هو من البيسك امينو اسيدز اللي يعني اللي شحنتها ممكن تصير موجبه، ثالثا انه على النورمال فيسيولوجيك الشحنه تاعيته صفر. متى بيصير مشحون بشحنه موجبه؟ لما يصير البي اتش تبعه اقل من 6. ورابع اللي ما بدي اياك تعرف عنها الهيستيدين، الامينو اسيدز هيستيدين هو من العوامل المهمه وهو من الكور امينو اسيدز المكونه لبروتين الهيموجلوبين. انت بتعرف شو يعني الهيموجلوبين؟ يعني هو البروتين اللي بينقل للاكسجين بالدم
من اهم البروتينات الموجودات في الدم عندك هو الهيموجلوبين، ومش بس موجود في الهيموجلوبين، شفت موقع ارتباط الاكسجين مع الهيموجلوبين بيكون عن طريق الهيستيدين. تمام، بس خليني اطول هذا الشيء. طيب اوكي فهمتوها. طيب تمام تمام فهمتوها. احنا على فكرة خلصنا الجزء اللي بيجي عليه أسئلة بالمحاضرة، أوكي؟ الجزء اللي ظل كثير سهل وما راح أفوت بتفاصيله كثير، لأنه أشياء أوفر بيوكيمستري، فما راح يعني أشرحها زي ما شرحت اللي فوق، بس إنه فهمتوا اللي فوق؟ يا جماعة أنا ما بنفع، أنا من طبيعتي بحب أعيد، بس ما بنفع أظل أعيد مشان وقت المحاضرة ما يكونش كثير طويل. فبالله عليكم يعني إحنا بنتعب إلكم، تمام؟ بس ما بنفع إنه إحنا نتعب وما تفهموا إشي وما تسألونا عنه. يعني احنا متوقعين انه اوكي ما تفهموا نقاط معينة اتس اوكي، بس مشان تعبنا اذا انك بتحضر بالمحاضرة ما فهمت اشي ابعث لي مباشرة، تمام؟ رجاء يعني منشني على الجروب، ابعث لي على الخاص، اتوقع حسابي موجود معكم. تمام، هسه راح نروح لاخر مفهومين في المحاضرة، وهو اول واحد الستيرو كيمستري اوف امينو اسيدز. راح نحكي عنه ببساطة. الستيرو كيمستري شيء اخذته في الاورجانيك كيمستري او في الكيمستري، اللي هي خاصية المرآة. مثلا شفت، مثلا شوف هون هذا المركب مثلا الهيستيدين هذا، تمام؟ الهيستيدين انا قلت لك البروتينات هي عبارة او الامينو اسيدز او مثلا الامينو اسيدز هي مركبات 2 ومرات بتكون 3D، تمام؟ طيب شو معنى هذا الاشي؟ معناته انه إلها اتجاه معين. فقصة الستيروكيمستري في امينو اسيدز شو قصتها؟ بتقول لك انه انا كل امينو اسيدز له شكلين، شكل بيكون الاشياء فيه طالع على اليمين وشكل الاشياء فيه طالع على اليسار. فشو يعني قصدهم؟ يعني قصدهم شفت هذا الهيستيدين مثلا، اعكس للروابط وخليه على الجهه الثانيه، يعني خلي هاي الروابط يعني زي ما تقول طل عليه بالمرايه، صح؟ كل شيء راح ينقلب هيك بالعكس، صح؟ ببساطه هاي الستيريوكيمستري. فاحنا بنصرف كل امينو اسيدز له شكلين، يا اما شكل الدي او شكل الال. شو يعني شكل الدي؟ شكل الدي يعني المكونات اللي فيه رايحه باتجاه اليمين، شكل ال رايح ال معناته رايحه باتجاه الشمال، باتجاه اللفت، تمام؟ تمام. هل بتغير إشي على تركيب البروتين؟ لا، يعني كل إشي بيكون نفس الإشي بس إنه شكله بالمراية، يعني بس بتغير اتجاه الروابط فقط لا غير، تمام؟ تمام. هذا يعني معلومة مش مهمة كثير يعني، بس إنه مهم يعني مش مهم كثير بدراستنا هون. فمثلا لد على الألانين، لد على اللفت ألانين ولفت على الدي ألانين، لاحظ كل التركيب اللي هون نفسه هون، بس شو اللي تغير؟ انقلبوا. فلاحظ الاتش وين كان هون، بس هون صار على الجهة هاي، لأن اتش 3 مثلا هون كان على الشمال هون صار على اليمين مثلا يعني. فأنت لاحظ بس هو قلب. شو بنسميها هاي الميرور ايمج؟ بنسميها الانانتوميرس. الانانتوميرس مش كثير مهمة، تمام؟ تمام. If we want synthesis protein with D form, this could happen or not. لا هاي نسيت، شكت كأني عن هاي المعلومة. شكت هاي المعلومة. The most common form of amino acids هي بتكون بالال فورم للبيلدينج بروتينز. يعني انا اغلب، صح احنا قلنا الامينو اسيدز له شكلين، يا اما ال او دي، مثلا هون ال الانين او دي الانين. بقول لك انا اغلب الامينو اسيدز الموجوده بجسمي واللي قادر على تكوين بروتينات هي الال فورم، يعني اللي بتكون باتجاه اللفت، تمام؟ هسه راح نحكي ليش، بس انه احفظ لي اياها كثير مهمه. الموست كومون الال فورم، لانه هي القادره على تكوين بروتينات. الدي فورم مش قادره على تكوين بروتينات، وراح نحكي عنها كمان شوي. فهي على الرغم من انها ممكن تبين مش مهمه كثير هذا الموضوع، بس تطبيقاته كثير مهمه، تمام؟ لانه القادر على تكوين البروتينات هو الال فورم، مشان هيك هو الموست كومون، تمام؟ الدي فورم نادرا جدا جدا ما يكون موجود في الانسان، موجود في بعض المايكرو اورجانيزمز، تمام؟ موجود في بعض المايكرو اورجانيزمز. احنا جسمنا بشكل رئيسي قلت لكم فيه ال فورم مش دي فورم، يعني موجود الشمال، جسمنا شمال، اوكي؟ هيك احفظها، جسم شمال الليفت، اوكي؟ اذا هسا احنا بدنا نحكي ليش الدي فورم مش موجوده في جسمنا، لانه هي غير قادره على تصنيع البروتينات. ليش؟ لانه انا قلت اذا بتتذكروا في بدايه المحاضره قلت لك قصه البروتين، صح؟ قلت لك بيطلع الام ار ان اي وبيروح لبروتين اسمه رايبوزوم، الرايبوزوم هو اللي بيكون لي البروتين، تذكر؟ الرايبوزوم هذا ما بيقدر يكون لي بروتين ويكون لي امينو اسيدز الا اذا كان الامينو اسيد صيغته شو؟
الفورم، فإذا كانت دي فورم ما بيقدر يكون لي البروتين، تمام؟ فبس هيك، فالرايبوزوم ما بيقدر يصنع لي البروتينات إلا إذا كانت بالالفورم، تمام؟ تمام، يعني هذا أول سبب إنه الدي فورم ما بيقدر، مش موجود بجسمنا لأنه ما بيقدر الرايبوزوم يرتبط فيه. والسبب الثاني برضو انزيمات ثانية نفس ما بيقدر الرايبوزوم ما بتقدر ترتبط بالدي فورم، تمام؟ يعني أنت صح عكسته، صح حافظت على نفس نوع الروابط، صح أنت حافظت على كل إشي زي ما هو بنفس العدد ونفس الصيغة، بس أنت قلبته زي ما تقول، غيرت موقع الارتباط شوي، فصار إشي غريب على الرايبوزوم أو على الإنزيمز إنه يعملها. فبقول لك إنه the predominant form in our body هو ال L form، وبنسبة قليلة جدا موجود عند ال D form، تمام؟ هاي الجملة هم كاتبينها بالعكس، يعني مخربطين فيها، كاتبين إنه ال D form أكثر من ال form، بس هم مخربطين فيها وعدلوها المفروض، بس هذا لأني أنا نزلته قبل يوم هذا المرة، تمام؟ تمام، رح نروح آخر شيء على الأسيد أند بيسك بروبرتيز للأمينو أسيدز. رح نحكي شوي عن الـ KA، شفت اللي كنت أحكي لك عنه قبل شوي، مثلا عن الهيستيدين إنه لازم مشان يصير أيونايزد إنه الـ pH تكون أقل من الـ KA تبع الـ R جروب تبعه، رح نحكي عنه هون شوي. بس أنا صراحة هذا الموضوع ما رح أخوض لكم فيه بالتفاصيل بالمرة، يعني يلا أفهمكم أو رح أفهمكم الأشياء الموجودة هون وبس. تمام، لاحظ انا في عندي نوعين من انواع الاسيد، تمام؟ احنا هون رح نحكي عن الاسيد بشكل رئيسي مش عن البيس، تمام؟ عن الاسيد انا في عندي نوع انواع من الاسيد والبيس، واخذناها في التوجيه. في عندي حموض قويه وحموض ضعيفه، قواعد قويه وقواعد ضعيفه، تمام؟ هذا ايش بنعرفه كلهم. شو الفرق بيناتهم؟ ببساطه الحموض القويه مثل ال HCl قادرة على إنها تصير لها fully ionization. fully ionization شو يعني fully ionization؟ يعني انه تنقسم لشحنه موجبه كامله وشحنه سالبه كامله، خلص يعني بتنفصل الشحنات الموجبه عن السالبه بشكل كامل، تمام؟ مثال على السترونج اسيدز مثل الاتش سي ال، هو اشهر حمض اسيد قوي. اتش سي ال لما يصير الايونيزيشن فول اتش بلس وفول سي ال وفول سي ال ماينس، هذا بنسميه فول ايونيزيشن، تمام؟ فول ديسوسيشن فول ايونيزيشن. بينما الحموض الضعيفه ما بيصير في عندي فول ايونيزيشن، لا يعني ما بتحصل الاتش كامله من هون، لاحظ ظل في عندك شويه اتشايات هون، تمام؟ فانت ما صار في عندي فول ايونيزيشن، هذا بنسميه نوت كومبليت ديسوسيشن او نوت كومبليت او نوت كومبليت ايونيزيشن، تمام؟ تمام، فكيف بدنا نحسب هسا بالسترونج اسيد؟ احنا بنقدر نحسب قديش موجود اتش بلس، سهل كثير. بس بالويك اسيد احنا لازم نحسب كم طلع عندي اتش بلس بناء على معادله اخذناها بالتوجيه، معادله الكي اي، معادله ثابت التأين، انه هو عباره عن الشحن الموجبه في الشحن السالبه على الايون على شحنه الايون الى اخره، تمام؟ فاذا بدك تطبقها للسترونج اسيد تطلع القيمه 100%، بينما لو بدك تطبقها على الويك اسيد راح يطلع لك القيمه الحقيقيه لها وما راح تكون فل، تمام؟ يعني ما راح يكون فل اتش بلس، تمام؟ يقول لك the dissociation will give certain H plus concentration. So when we have a strong acid هذا بينطيني high H plus concentration and low pH، بينما إذا كان عندي weak acid ما راح يكون قادر على إنه كل الـ H plus ينفصل عن باقي المركبات، فراح يكون الـ H plus كميته أقل، فالـ pH راح تكون أقل حمضية، يعني راح تكون قيمتها أكبر، لأنه يعني ما بعرف تعرف المعلومة هاي، مشكلة إذا ما بتعرفوها أنا قاعد بشرح أصلا بناء عليها، إنه الـ H بلس هو إشي بيأثر لي على الـ pH، هو بيزيد لي من درجة الحموضة، بيزيد لي من الحموضة عفوا، فهو بيقلل لي الـ pH، يعني وجود الـ H بلس كل ما ارتفع كل ما قلت الـ pH، معناته كل ما زادت الحموضة، تمام؟ تمام، فأنا في الحموض القوية تفككها بيرفع لي الـ pH كثير، ليش؟ لأنه خلص أنطاك الـ H بلس فيها كاملة. شوي بس شوي مليون شوي نكمل. فقلت لك انه الحمض القوي لما يتفكك بينطيني كل كمية الاتش بلس اللي فيه لحد، فبينطيني اكبر كمية ممكن الاتش بلس، فبينطيك اقل قيمة للبي اتش، فمشان هيك الحموض القوية البي اتش تبعها بيكون كثير قليل، بتكون كثير حمضية، تمام؟ مشان هيك اصلا اسمها حموض قويه. يعني ليش سميناها حموض قويه؟ لانها قدرت انها تنطيني الاتش بلس الكامل،
بينما الحموضة الضعيفة ما قدرت تعطيني الـ H بلس كامل اللي هي فيه، فما قدرت تكون حمضية زي الحموضة القوية، فالحموضية تاعتها بتكون أقل، يعني الـ pH تبعها بيكون أعلى من الحموضة القوية، يعني بتكون أقل حمضية، تمام؟ تمام. إحنا بنستعمل الـ pH مشان هذا النمبر مور إيزلي، يعني إحنا غالباً ما بنستعمل قيم الـ H بلس مشان نوصف الحمضية أو القاعدية، بنستعمل الـ pH لأنه التعامل معه أسهل. كم قيمة البي اتش؟ البي اتش هو عبارة عن لوج الواحد على الاتش بلس او ما ماينس لوج الاتش بلس، مش مهم. تمام. طيب هسه راح نقرأ عن العلاقة ما بين البي اتش وما بين الحموض القوية وما بين البي اتش وما بين الحموض القاعدية او ما بين الحموض الضعيف، يعني تمام. تمام، لاحظ العلاقة، هذا حمض قوي اللي هو الاتش سي ال. تمام. تمام. هذا الحمض القوي، لاحظ ايش العلاقة ما بين البي اتش وما بين الـ OH، ما هي العلاقة ما بين الـ pH وما بين الـ OH؟ حتقول لي حذيفة من وين اجت الـ OH؟ هسه بحكي لك من وين. هسه الـ HCl مع مين بده يتفاعل؟ HCl مع مين بده يتفاعل؟ بده يتفاعل مع مي، مشان أصلا يصير أيونايز بده يتفاعل مع مي. فانسى الـ انسى الـ HCl وانسى الـ O، شو نتائج هذا التفاعل؟ بده يعطيني اتش بلس و او اتش ماينس، وهي القاعده تنطبق لكل انواع الاحماض، وانا ما بدي افوت بالتفاصيل يا جماعه، ما تتعمقوش في كثير هذا التوجيه. تمام. المهم و او اتش ماينس، هسه في الحموض القويه الكميه اللي بتنتج من الاتش بلس هي نفس الكميه اللي بتنتج من الاو اتش ماينس، ليش؟ لانه صار في عندي فول ديسوسيشن، فمشان هيك طبعا الاتش بلس قلنا احنا بنعبر عنه باستخدام البي اتش. تمام. احنا البي اتش، احنا الاتش بلس نستعمل عنه باستعمال البي اتش، بس برضه هون نقدر نحط اتش بلس وتكون العلاقه بيناتهم لينا، علاقه خطيه. تمام. شو يعني العلاقه الخطيه؟ معناته انه انا قديش بصير عندي تفكك قديش بتكون عندي اتش بلس واو اتش، لانه كميه الاتش بلس والاو اتش نفس الكميه. مثلا انا اذا انتج عندي من الحموض القويه 4 اتش بلس معناته انطاني 4 او اتش ماينس، اذا اعطاني مثلا 8 او اتش ماينس معناته انطاني 8 او اتش بلس. ليش؟ لانه هذا اللي تفكك حمض قوي، فقديش انتج اتش بلس هو نفس الذي انتج منه من الاو اتش ماينس. فالمهم العلاقه بيناتهم بتكون لينا، اي زياده بالاو اتش ماينس بتزيد نفسها بالبي اتش، بتزيد نفسها البي اتش. تمام. تمام. طيب هسا في معلومة مهمة كثير، إنه إحنا البي اتش بين شو وشو محصور، بين شو وشو محصور؟ دائما إحنا بنعرف إنه محصور بين رقم 0 ورقم 14. هل ممكن انسى هون، هل من الممكن إنه يكون البي اتش أقل من 0 أو أكثر من 14؟ نعم، ولكن في جسمنا محصور بين 0 وال 14. ليش؟ ليش محصور بين 0 وال 14؟ لأنه لقوا إنه إحنا البي اتش انه البي اتش اللي ما بيكون لا حمضي ولا، هسه بدي اقول لك شغله، الاو اتش هو اللي بيعبر لي عن القاعديه والاتش بلس بيعبر لي عن الحمضيه. تمام. طيب لقوا انه متى الحمض بيتساوى مع القاعدية، يعني متى الاتش بلس بيتساوى مع الاو اتش على الرقم 7، يعني لما تكون البي اتش 7. قال لك لما تكون البي اتش 7 وقتها بيكون الاو اتش قد الاتش بلس، عفوا لما تكون البي اتش 7 بقول لك انه هون المركب ما بيكون لا حمضي ولا بيكون قاعدي، بيكون نيوترال. تمام. طيب هسه انا قلت لك لما يكون 7 معناته فيه 7 اتش بلس وفيه 7 او اتش ماينس. تمام. وفيه 7 او اتش ماينس، فزي ما تقول انه هذا الرقم هو رقم وسطي الي في جسمي، فمستحيل يكون اكثر من ضعفه او اقل من صفره، يعني مستحيل يكون اقل من صفر أو أكثر من 14. تمام؟ ليش؟ لأنه حاصل جمع أو طرح هذول الرقمين السبعة والسبعة ما راح يكون أكثر من 14 وما راح يكون أقل من صفر. ممكن ما وصلت إلكم، مش مهم يعني توصل إلكم هاي المعلومة لأنها كثير أدفانسد يعني، بس إنه هي هيك، هي هيك، لأنه مجموع هذول الرقمين مستحيل يكون أكثر من 14، ومجموع وحاصل طرحهم مش راح يكون أقل من صفر، فهم دائما بين صفر و14. اتس أوكي إذا ما فهمتوها يعني. تمام؟ تمام. بقول لك تركيز الماء عندي، لا خلي بالك بس معكم، اسف اني قطعتكم. فبيقول لك هون انا بجسمي، اذا فهمت انا ليش انا بجسمي البي اتش فقط من 0 ل 14، لانه لقوا
كمية الإكويليبريوم فيها 7، فقالوا أنا 7 اتش بلس و7 اتش ماينس، فأكبر حاصل جمع لهم 14، أقل حاصل طالع لهم 7. لكن مش معناته إنه أنا مثلا في العالم فيش عندي بي اتش سالب 2، أو فيش عندي بي اتش 14، أو فيش عندي عفوا بي اتش 24، في بس بجسمي لا. تمام؟ طيب الكونسنتريشن اوف ووتر هون بس بيقول لك، بيطبق لك الاشي على جسمك، مش كثير مهم يعني، هذا نفس اللي حكيت لك عنه. اتس اوكي اذا ما فهمته، بس اللي حاب يستزيد منه اكثر يحكي لي. تمام؟ اللي حاب يستزيد منه اكثر يحكي لي، زي ما قلت لك مش اشي مهم. تمام، اخر مفهوم اللي هسه راح نحكي عن الويك اسيد. هسه احنا حكينا عن العلاقه ما بين او اتش والبي اتش، حكينا هي علاقه طرديه، بس متى هي بتكون؟ في تفكك الحموض القويه. هسه راح نحكي عن العلاقه بيناتهم في تفكك الحموض القاعدية. لاحظ هذا البي اتش وهذا الاو اتش، عادي اوكي اتس اوكي انه قلبهم، اتس اوكي يعني انه بدل مكاناتهم، مش راح يتغير شيء. بس لاحظ العلاقة ما بين البي اتش والاو اتش في تفكك الحموض الضعيفة، مش علاقة خطية، لاحظ علاقة فيها تموجات، علاقة فيها تموجات. شو السبب بهذا الاشي؟ راح نحكي عنه هسه. تمام، بس اهم اشي بدي اياك تعرف العلاقة ما بين البي اتش والاو اتش في الحموض القوية هي علاقة خطية، بينما في الحموض القاعدية لا، ما بتكون خطية. تمام؟ ما بتكون خطية. شو معنى إنها مش خطية؟ معناته إنه الزيادة في الـ OH ماينس لا تناسبها نفس الزيادة في الـ BH، والعكس صحيح. تمام؟ يعني الزيادة في الـ BH مش نفس الزيادة في الـ OH، والنقصان في الـ BH مش نفس النقصان في الـ في الـ اللهم صل على سيدنا محمد في الـ OH. تمام؟ تمام. ليش هذا الاشي؟ السبب بهذا الاشي انه هذا الحمض يمثل لي حمض ضعيف. شو يعني حمض ضعيف؟ يعني كمية الـ OH الذي تنتج مش نفس كمية الـ H بلس الذي تنتج بشكل بسيط. تمام؟ هاي كمية الـ OH الذي استهلكت عفوا مش كمية الـ H بلس اللي طلعت. تمام؟ هكذا. تمام؟ يعني كمية الـ OH ماينس اللي استهلكت هون، أنا عفوا لما شرحتها كان قصدي عن استهلاك مش عن إنتاج، لأنه الـ H2O بنصرفه في عملية الإنتاج مش بالاستهلاك، بس بغض النظر يعني مش مهم التفاصيل هاي، إنه كمية الـ OH اللي استهلكت مش نفسها كمية الـ H بلس اللي طلعت في الحموض الضعيفة. في الحموض القوية كانت كمية الـ OH اللي استهلكت بس اللي طلعت، وهكذا يعني. انسوا التفاصيل بس أنا بفهمكم المثال، أنا مش شاطر كثير بالكيمياء يعني، بس إنه بحاول أوصل لكم الفكرة. فذاتس ات، اوكي؟ هذا الاشي. فببساطة شو السبب اللي صار عندي هذا الاشي؟ شو السبب انه صار في عندي هذا الاشي؟ وشو اللي بتمثل لي المنطقة الحمراء؟ تمام؟ شو اللي بتمثل لي اياها المنطقة الحمراء؟ صراحة الدكتور مظهر لما اعطانا هذا الشكل شرحه كثير، بس الكم مش عارف ليش مش شارحه الا هون، فاي دونت نو واي. تمام؟ خلينا نقرا هون الموجود هون مشان نضمن ان حكينا كل شيء، بعدين اشرح لكم اياه. تمام؟ طيب بقول لك هذا البيهيفير او هذا الشكل صار بسبب شيء بنسميه ريزيستنت، شيء بنسميه بفر، صار بسبب ريزيستنت صارت. شو يعني ريزيستنت صارت؟ يعني شيء قاوم الزياده بالحموضه فحاول خلاها اقل حامضيه، او شيء قاوم الزياده في القاعديه فخلاها اقل من قاعديه، فانا صار في عندي ريزيستنت معينه وهسه رح نكتشف فينا. تمام؟ فلاحظ واحنا قاعدين بنضيف الاو اتش ماينس مشان ننتج الاتش بلس، هذا الشيء صار فيه ممانع. تمام؟ بغض النظر يعني على البولد بوينت، على الديفيكال ديسبيس اريا، على البولد بوينت اللي هي النقطة اللي بالنص هاي، هي أعلى منطقة فيها ريزيستنت. تمام؟ the resistant pH at the point of the concentration of both CH3COOH والCH3COO- is the same. راح أفهمكم إياها بعدين، أنا بحاول بس ما بدي وأنا أشرح لكم أنسى أي شيء. A buffer is a solution that resists a change with pH following the addition of an acid or a base of the blah blah blah. Buffer is a solution of weak acid with conjugate base, a weak base with conjugate acid. تمام. خليني اشرح لكم الفكرة بشكل بسيط. هاي هي القاعدة. بس بدي اياك تركز على شغلة بال strong acid، كيف كانت العلاقة، علاقة التفكك، علاقة تفكك ال HCl ل H بلس و Cl ماينس، كانت علاقة باتجاه واحد، معناته ما كانت، ما الناس شو كنا نسميها بالتوجيه، ما كانت علاقة متبادلة، أو ما كانت بسهمين، كانت بسهم واحد. متفاعلات بتعطيني النواتج، مستحيل النواتج ترجع تتفاعل مشان تنطيك المتفاعلات. تمام؟ لكن في الحموض الضعيفة أنا عندي العلاقة متبادل. فلاحظ هذا عند الأسيد، هذا الأسيتيك أسيد اللي هو ال CH3COOH،
شو بينطيني على حاصل تفككه؟ سي اتش 3 سي او او بنطيني شو؟ اتش بلس، تمام؟ بينطيني اتش بلس، ولكن لانه العلاقه فيما بينهم مش علاقه باتجاه واحد، الاتش بلس قادر انه يرجع يتفاعل مع السي اتش 3 سوا ماينس وينطيك نفس الفورمولا، تمام؟ هذا السبب اللي بصير عندي هون، انه اثناء مرحله تفكك هذا السي اتش 3 سي او اتش لانه حمض ضعيف، واثناء مرحله تفككه بصير الناتج تبعه يرجع يتفاعل مع الاتش بلس وينطيني من هذا الاشي، فاهم؟ فبصير هذا يعطي وهذا يعطي، هذا يعطي وهذا يعطي، هذا يعطي وهذا يعطي. فانت لاحظ هون، لاحظ هون السي اتش 3 سي او اتش بالسهم اللي بعطي لهون كان الاو اتش يدخل ينطيك هذا المحلول يعطيك معه اتش بلس، تمام؟ يجي هذا المحلول شو يرجع يعمل؟ يرجع يتفاعل لك مع الاتش بلس، يرتبط فيه وينطيك هذا المحلول. فزي ما تقول كانت علاقة دائرية، فكان دائما كان يصير عندي مقاومة، دائما كان يصير في عندي مقاومة. هاي المقاومة الريزيستنس انا بسميها بفر، تمام؟ شو يعني بفر؟ بفر، ما هو البفر؟ البفر هو عبارة عن إشي موجود بجسمي هدفه انه يحافظ لي على البي اتش في الرينج الطبيعي لإلها. شو معنى هذا الإشي؟ معنى هذا الاشي انه يا جماعة انا جسمي لما تكل، لما تجوع، لما تتنفس بسرعة، لما تقطع نفسك، انا البي اتش تبعي بيتأثر في كل هاي الاشياء. فشو اللي بيخلي البي اتش تبعي ما يقل كثير او ما يرفع كثير؟ هذا البفر. اذا شو فائدة البفر كبداية؟ فائدة البفر اللي بدي اياك تعرفها هو بيحافظ لي على البي اتش تبعي في النورمال رينج، بيظل يحافظ لي على البي اتش تبعي في النورمال رينج. طبعا الإشي المفروض مشروح لكم أحسن من هيك، بس شو بيقول لك هون؟ بيقول لك في هاي المرحلة، في هاي المرحلة اللي هي البي اتش تبعها أقل مثلا من 4.5 أو بغض النظر، يعني في هاي المرحلة بيكون الفورم 1 أكثر من الفورم 2، يعني في هاي المرحلة بيكون الأسيد أكثر من الكونجيجيت بيس تاعيته، يعني بيكون الحمض تركيزه أكثر من تركيز القاعدة المرافقة تاعيته. فلاحظ بدي أقول لك شغلة، الاسيد هذا قاعد بيعطي بالبيس، فقاعد بيحول من اسيد لبيس، قاعد بيحول من اسيد لبيس، تمام؟ لحد نقطة بصير اللهم صل على سيدنا محمد، بصير تركيز الاسيد هذا نفس تركيز الكونجيجيت بيس تاعيته. شو هاي النقطة بتمثل لي؟ النقطة السوداء اللي بالنص، النقطة السوداء اللي بالنص. فلاحظ هون على النقطة السوداء اللي بالنص، الفورم الأول يساوي الفورم 2، يعني ال1 يساوي 2، يعني تركيز الاسيد يساوي تركيز، يعني تركيز المتفاعلات يساوي تركيز النواتج. بعد هاي النقطة شو اللي ببلش يصير؟ بعد هاي النقطة شو اللي ببلش يصير؟ ببلش انه الكونجيجيت بيس تبلش تكون لي الاسيد بلس، تمام؟ فانا اللي بدي اقول لك عنه انه تحت هاي النقطة بيكون السي اتش 3 السي اتش 3 سي او اتش تركيزه اعلى من السي اتش 3 سي او ماينس، وبيكون ماشي في هذا الباث وبيكون قاعد بيعطي، تمام؟ فبظله يعطيه يعطيه يعطيه، هذا قيمته تقل وهذا قيمته تزيد، لحد وين؟ لحد ما تصير قيمة هذا أو تركيز هذا نفس تركيز هذا. بعد هاي القيمة بصير هذا تركيزه أعلى من تركيز هذا، فببلش هذا يتحول لهذا وهكذا، تمام؟ طبعا يعني حاولت قدر الإمكان أشرح لكم، لأنه مش مشروح لكم بهاي الطريقة، وأنا عارف إنكم بحاجة تفهموا هذا الشيء، تمام؟ طيب، ولكن أنا في عنده نقطة معينة، شو هذا النوع اللون الأحمر؟ شو هذا اللون الأحمر اللي عندي؟ هاي بنسميها نقطة البفر ريجن. شو يعني نقطة البفر ريجن؟ يعني هاي هي المنطقة اللي أنا البفر سوليوشن تبعي قادر على إنه يقاوم لي التغير في الحمضية أو القاعدية تاعيته. فمثلا إذا أنا كان البي اتش تبعي هون، فالبفر شو وظيفته؟ البفر شو وظيفته؟ وظيفته رجع لي إياها لهاي النقطة، تمام؟ تمام. اما اذا كان انا البي اتش تبعي في هاي النقطه، فانا وظيفه البفر تبعي رجع لي لهاي النقطه. فطالما انا في الريد زون، انا البفر تبعي شغال وشغال كويس وقادر انه يعمل لي اياها وقادر انه يرجع لي البي اتش للوضع النورمال لإلها. بينما شو اللي بيصير بالمناطق اللي برا المناطق الحمراء، اللي هي هون، اللي هي لما يكون البي اتش كثير عالي او لما يكون البي اتش كثير قليل، وقتها البفر ما راح يقدر يشتغل، وجسمي بيستعمل كومبنسيشن ويز ثاني، بيستعمل الرينال سيستم، بيستعمل الريسبيراتوري سيستم، وبلا بلا بلا، تمام؟ اذا فهمتوا شو قصه البفر؟ البفر بيشتغل في منطقه محدده، لكن اذا البي اتش كان اقل من هاي المنطقه او اعلى من هاي المنطقه، البفر ببطل يشتغل، جسمي بيستعمل اشياء ثانيه مشان يحافظ فيها على البي اتش، تمام؟ فهمتوها؟ فهمتوها يا جماعه؟ يعني بتمنى تكونوا فهمتوها، راح احاول اشرحها للمره الاخيره. يا جماعه انا
عملية البي اتش في جسمي لازم دائما يظل بنرج محدد، لأنه يا جماعة إذا زاد أو قل بيعمل لي أمراض كثير خطيرة وبسرعة. فمشان هيك أنا في عندي أكثر من وسيلة دفاع، أكثر من وسيلة دفاع مشان أخلي البي اتش تبعي يظل بالنورمال رينج. تمام، أول وسيلة دفاع وهي الوحيدة اللي راح أشرح عنها هون اللي هي البفر. أنا في عندي بجسمي أشياء تسمى بفر سوليوشنز. في يعني بفر سوليوشنز؟ يعني هي عبارة عن سوليوشنز بتحاول تحافظ على البي اتش تبعي بنورمال رينج. تمام، شو وظيفتها؟ ببساطة بقول لك إذا كان البي اتش هون، وظيفة هاي البفر شو؟ إنه يزيد من تحويل الفورم 1 لفورم 2 بحيث نوصل لهاي النقطة. تمام، بينما إذا كان البي اتش مثلا على هاي النقطة، وظيفته إنه يزيد لي من تحويل الفورم 2 للفورم 1 فيرجع لي إياه للنقطة الأصلية. تمام، النقطة الأصلية اللي هو الأسيد يساوي الكونجيجيت بيس تبعه. تمام، الحمض يساوي تركيز الحمض يساوي تركيز القاعدة المرافقة بتاعته، هذا النورمال رينج للبي اتش أو الإشي اللي بحاول أفهمكم إياه. إذا طلعت برا منطقة صلاحية البفر ريجن والبفر سولوشن بطل يقدر على إنه يتحكم بتغيرات البي اتش اي، بتتدخل أشياء ثانية، بيدخل عند الرينال سيستم بصير يطلع لك الاتش بلس، بيدخل لك عن اتش 3 وقصة طرمة، الريسبيراتوري سيستم ببلش يتنفس سريع او يتنفس شوي لانه برضه له دخل بالبي اتش بتاخذه بعدين وهكذا. تمام، هذا هو الاشي اللي بدي اياكم تفهموه. تمام، فما هو البفر؟ البفر هو عباره عن a solution of weak acid and conjugate base او weak base with conjugate acid that resist the enormous stress بالبي اتش. يعني انا شو مبدا هذا البفر؟ هذا البفر مبدا مثلا انا البي اتش عندي قليله مثلا كانت حمضيه، ففي عندي انا بدمي بفر سوليوشنز، يعني في انواع معينه من الحموض او القواعد نسميها بفر. شو بتعمل لي؟ مثلا كانت متفككه وانا البي اتش عندي حمضي، فشو هسه بدها تعمل؟ راح تربط هون مثلا، هون مثلا هي موجوده بالدم على هذا الشكل. تمام، موجوده بالدمي، اللهم صل على محمد، موجوده بدمي على هذا الشكل. تمام، مثلا انا البفر موجود بدمي على هذا الشكل، صار البي اتش تبعي حمضي يعني قلت قميت شوي، شو بيعمل هذا البفر؟ بيروح ياخذ من الاتش بلس الموجود في الدم وبيرتبط فيه وبيصير مع هذا المركب. فهو شو عمل؟ قلل من الاتش بلس الموجود في الدم فقلل من الحمضيه ورفع لي البي اتش لمستوى الطبيعي والعكس صحيح. اوكي، ولما تكون البي اتش عاليه بيجي هذا البفر شو بيعمل لي؟ بيتفكك بينطي الدم اتش بلس فيقلل لي من البي اتش تاعته وهكذا. تمام، هذا هو مبدا البفر. تمام، يعني المحاضرة صراحة المحاضرات زي هيك شوي متعبة لأنها بعيدة شوي عن الطب و hard to remember all this information، بس صدقون المحاضرة سهلة. أنا بعرف إنها حتغلبكم شوي بالفهم، بس لما تدركوا إنه المطلوب منها مش مواضيع ديب it's okay. تمام، البايو كيم لقدام صدقوني بتصير كثير أمتع وكثير أحلى، بس هي أول كم محاضرة دائما بتكون تمهيد شوي سيئات يعني. بس المحاضرة مش سيئة، المحاضرة سهلة جدا. ركزوا على المعلومات اللي ركزت لكم عليهم، قصة البولر من بولر والتشارت والنون تشارت والأمثلة اللي عليهم هي المعلومات المهمة يعني. وبس، تمام، يعطيكم ألف عافية. أي معلومة بحاجتها أنا موجود لكم دائما وأبدا على الخاص أو على الجروب. شرحي أو شرح زميلاتي فاطمة ربابعة، حلبة نعيسة، أريج رفاعي، كلنا يعني إن شاء الله يعني لنا خبرة كبيرة بالشرح. فركزوا على الأشياء اللي قلت لكم ركزوا عليها، والأشياء اللي أنا بحكي لكم عنها مش مهمة لا تتعمقوا فيها، زي مثلا آخر المحاضرة أخذوا مني بس اللي حكيته وردوا علي، يعني صدقوني لما تحلوا سنوات راح تشوفوا هذا الإشي. وبس، الله يعطيكم العافية وبالتوفيق.